السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ امبارح كان نهاية آخر محاضرة في الشرح الخاص بكورس الـ ISDL والـ IS3 والـ ISDL Teacher. النهاردة هنتعلم مع بعض كده حاجة جديدة وحاجة ممتعة زي ما وعدناكم، CV أو السيرة الذاتية بمعنى أصح. CV عموما ازاي بيتكتب وايه الفرق ما بينه وما بين الريزيوم، هنتعلم كل ده في محاضرة النهاردة وهنتعلم مع بعض. لو في وقت ان شاء الله هناخد طريقة اسمها الـ KPIs، دي طريقة من طرق التقييمات. يعني لو عندك موظفين وعايز تقيمهم في طريقة اسمها الـ KPIs، هنتعلم كده حاجة بسيطة مع بعض اللي هي طرق تقييم الموظف. ومش شرط موظف، يعني حتى لو عايز تقيم طالب عندك، عايز تقيم اي حد، تمام؟ ففي طريقه معينه بنشتغل عليها اسمها الكي بي اي اس، ونتعلمها مع بعض ان شاء الله لو في وقت. طيب، بدايه كده قبل ما ابدا، انا حابب اعرف من كل الناس اللي موجوده هنا دلوقتي، حابب اعرف يعرفوا ايه عن السي في او بيتكتب ازاي عموما. ومحتاج منكم في نهايه المحاضره دي اللي معاه السي في يبعتهولي، وعشان اصحح لكم الاخطاء اللي موجوده فيه، لان في حاجات النهارده الناس كتيره بتقع فيها وبتكون سبب كبير لرفض السيره الذاتيه، تمام؟ فبعد المحاضره دي هحتاج من كل واحد يعمل سي في بالطريقه اللي احنا عملناها اللي هناخدها مع بعض يعني باذن الله النهارده، ويبعتها للبشمهندس احمد حسام عشان السيفيهات دي كلها تتراجع ونصحح الاخطاء اللي موجوده فيها. حابب اعرف من الناس اللي موجوده حاليا يعرفوا ايه عن السيره الذاتيه او السي في، او بتعملوا ازاي اصلا. باشمهندس محمد توام، اتفضل هندسه. السلام عليكم يا باشمهندس، عليكم السلام يا حبيبي، ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك. ربنا يخليك. والله يا باشمهندس السي في طبعا احنا شويه بنتجاوز فيها. طبعا السي في مش المفروض يكون فيها البيانات الشخصيه اللي هي زياده، زي ما هي بتعتمد طبعا الجزء الاول على البيانات الشخصيه للشخص، بس ما يحتاج اني اكتب فيها اني متزوج وعندي كم ولد وعندي مثلا والديانه، كمان مش شرط انها تتكتب في السي في زي ما احنا بنعمل دايما، والحاله العسكريه خلص الجيش او لا، مش ضروري. البيانات الشخصيه اللي هي الاساسيه للشخص، اسمه اسمه مثلا والجنسيته، مع ان بعض السيفيهات ما يحتاج انه يكتب الجنسيه كمان، لكن البيانات الاساسيه ما يحتاج ندخل في تفاصيل التفاصيل. بعدين الجزء الخاص بالكواليفيكيشنز، وبعدين يبدا يكتب سنوات الخبره من الحديث للقديم، ويكتب فيها زي ما كنا بنكتبها في المراجع كده يا باشمهندس، بيكتب الوظيفه اللي اشتغلها، ويكتب المكان والسنه اللي اشتغل فيها في المكان ده. بعدين يبدا يكتب باختصار المسؤوليات اللي كانت عنده، او الرولز او الانجازات اللي عملها في الفتره دي في خلال فتره عمله، يعني بيحدد المسؤوليات. وطبعا ما مفروض ان يكذب فيها ابدا، يعني احنا يمكن عندنا بنتجاوز شويه، وبقول انا يعني دكتوراه في كذا واعرف حاجات كتير جدا، لكن اللي لاحظته باشمهندس في الشركات الكبيره او الشركات الاجنبيه بيعتبر السي في كانها هي كل كلمه فيها انت مسؤول عنها، وانك صادق فيها تماما. لو اتضح لي ان انا كتبت اي كلمه بشكل غير صحيح، او كذبت فيها، او ان انا اديت معلومه غير صحيحه، بيلغي تماما التوظيف، ويعتبر ان كان لم اكن من الشخص ده مش المفروض انه يتعين معاه. فبنحط فيها البيانات الخاصه، وبعد كده البيانات الكواليفيكيشنز، وبعدين بكتب الخبرات اللي انا اشتغلت فيها والرولز والانجازات اللي انا حققتها في كل واحد باختصار. بعدين ابقى اكتب اللغات اللي انا اجدها مثلا، وبكتب الارقام التواصل، احدث ارقام والايميلات اللي ممكن اتواصل عليها. ده اذا انا مش مخطئ، يعني هي ده بشكل عام مش مهندس، بس ما تكون طويله جدا. يعني احيانا تشوف السي في تحصل لها 5 أو 6 صفحات. طبعا ما حد بيقعد باشمهندس يقرا التفاصيل الكتيره دي، ده ممكن يظهر في خلال الانترفيو، لكن اهم شيء يكون عنده انا عايز اقول له ايه، عايز اقول له ايه اللي انا مميز بيه، وايه اللي انا اقدر اضيفه للمؤسسه اللي موجوده باختصار يعني. فده وجه يعني رؤيه للسي في باشمهندس لو انا مش مخطئ يعني. ربنا يجزاك خير باشمهندس. يعني شرح وافي للسي في اللي احنا هناخده النهارده، فشكر لحضرتك يا هندسه. ربنا يحفظك باشمهندس. بشمهندس صمويل، اتفضل هندسة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا هندسة. بشمهندس انا يعني بتشرف بيك، وشكرا على مجهوداتك وتعبكم كله.
بالنسبة للسي في يعني في وجهة نظري إن هي عبارة عن بتعبر عن الخبرات العملية اللي عملها الشخص، وزائد الخبرات الفنية، وإن كان في دورات أو مثلا في مهارات كمبيوتر أو في مهارات في بعض اللغات. هي بتعبر عن المهام أو القدرات بتاعت الشخص نفسه، عشان اللي بيقراها كصاحب شركة بيعرف ان يقدر القدرات بتاعت الشخص ده ايه، وخبراته السابقة اللي يقدر يستفيد منها كشركة او كموظف عنده هينضم للجروب بتاعه. بس وانا شاكر حضرتك خالص. أشكرك هندسة على الشرح الوافي اللي حضرتك قلته، برضه يعتبر جزء كبير من اللي حضرتك اتكلمت فيه هيتم تناوله النهارده في محاضرة النهارده بإذن الله. شاكر لحضرتك جدا يا هندسة. باشمهندس أحمد أبو العلا، اتفضل يا هندسة. هو حضرتك بيعتبر إن أنا بعرف صاحب المؤسسة بالسي في بتاعتي، على أساس إن أنا الاسم الكاتيجوري اللي أنا وصلت ليه، إيه المهام اللي المنطقة اللي يعني أو حصلت على دكتوراه، حصلت على اللي حصلت عليه آخر حاجة خالص. بالإضافة لكده بيبقى كل حاجة إن أنا بوثق فيها إن أنا حطيت حاجة، بيبقى طبعا زي ما تفضل السادة المهندسين اللي قبلي وربنا يبارك فيهم إن هم قالوا فعلا شرح وافي، بس بيبقى لو أنا ذكرت حاجة بيبقى فعلا مسؤول عنها، وبيبقى موجود اتاشمنت لكل حاجة. يعني محدش يقول إن أنا دكتور من غير ما يحط شهادة الدكتوراه اللي هو خدها، من غير ما يحط الحاجة اللي هو المستند المادي اللي بيقول طبقا لمواصفات الجودة، يعني المستند المادي اللي بيقول ان هو حاصل فعلا على دكتوراه. وممكن يبقى حد حاصل على دكتوراه بس مع المناقشة في المقابلة بيترفض نتيجة ان هو ممكن يكون مش ملم بالابعاد المهام الجديدة اللي المفروض هتبقى يقوم بيها يعني. وبيتحط فيها حاجات تانية، يعني احنا احيانا صح زي ما قال المهندس محمد وهامي، احنا بنتجاوز ونقول ان احنا ما بنهتم بايه بالرياضه، مش ممكن واحد يبقى تخين وبكرش واساسا ما بيجريش ولا بيعمل اي حاجه ويقول لك انا مهتم بالرياضه والجري ونلعب كوره ومش عارف ايه وكلام من ده. بس انا شاكر لحضرتك طبعا والمجهودك العظيم اللي بتعمله والارابيا كله والكوست كله، الناس كلها صراحه يعني مش مقصرين في اي حاجه، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا يا رب. أشكرك يا هندسة، برضه حضرتك يعني وفيت، فيعني كان خير الكلام ما قل ودل، وفعلا اللي انتوا تناولته أو اتكلمتوا فيه لحد دلوقتي هو اللي هنتم إن شاء الله مناقشته خلال محاضرة النهاردة بإذن الله. فبشكر حضرتك يا هندسة. طيب طبعا زي ما الباشمهندسين اتكلموا وشرحوا ان طور قالوا شرح وافي على السي في وبيتعمل ايه وايه المكونات بتاعته، ايه اللي المفروض اكتبه وايه اللي المفروض ما اكتبهوش، فاحنا هنتناول كل ده مع بعض ان شاء الله. طيب تعالوا كده نصمم من بداية لحد النهاية كده سي في بسيط على برنامج الوورد مع بعض. طيب اولا اتعود دايما ان في قسمين للسي في او ريزيوم، فورمال وان فورمال، بيكون سي في رسمي وغير رسمي. الرسمي ما بيكونش فيه صورة، الرسمي مش بنحط فيه صورة، أما الغير رسمي بنحط فيه صورة، ده فرق مبسط ما بين الاتنين. طيب أنا مش مجبر أحط صورة إلا إذا طلب مني إن أنا أحط صورة، ما طلبش مني ما أحط الصورة. طيب في بعض النقاط لازم نخلي بالنا في السي في إحنا وبنكتب. نوع الخط اللي احنا بنكتب بيه، انا هعمل سي في على برنامج الوورد، عندك ثلاث انواع خطوط رسميه ما ينفعش تطلع بره الثلاث خطوط دول، يا اما تايم نيو ريمون، يا اما خط اسمه ريال، يا اما خط تاني اسمه هحاول اجيبه لكم كاليبري. ثلاث خطوط اهو، الخط ده يبقى انت عندك يا اما كاليبري يا اما اريال يا اما تايمز نيو ريمون، دول الثلاث خطوط الرسميه اللي احنا بنستعملهم، مش في السي في بس، مش في السي في بس، في اي خطاب رسمي تستخدم الثلاثه دول.
ويفضل تايمز نيو ريمون، ده يعتبر خط رسمي للخطابات الرسمية أو للجوابات الرسمية أو للكتابات الرسمية عموما. طيب حجم الخط معاك 12 و14 و16، 3 خطوط، دول أحجام الخطوط الرسمية 12 14 16. لو زودت اخرك 18 20، 18 20 في حالة لو انت عايز تكتب الاسم بتاعك بخط عريض، 18 بالكتير 20، ما تزودش على 20. طيب لون الخط، اللون يا اما اسود يا اما ازرق يا اما احمر، دول الثلاث خطوط الرسمية، اسود ازرق احمر. طيب السي في برضو يفضل ما تحطش فيه اطارات خارجيه، يعني من ديزاين لما بنيجي نعمل بيج بوردر فكده احنا بنعمل اطار، السي في الرسمي مش بنحط اطار فيه، فيفضل ما تحطش اطار خارجي. لون الصفحه خليه ابيض زي ما هو، ما تلعبش فيه، ما تغيرش الوان الصفحه، خلي اللون ابيض ساده زي ما هو. نعمل طيب ما تحطش علامات مائيه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تستخدمها من هنا، الحاجه الوحيده انت ممكن تضيف شيب شكل وتكتب جواه مثلا العنوان بتاعك، وتظبطه زي ما احنا عرفنا. فدي الحاجات اللي المفروض تخلي بالك منها قبل ما تبتدي تكتب سي في. طيب هنعمل سي في بسيط مع بعض دلوقتي اهو. انا هكتب الاسم، الاسم بدون اللقب، بدون اللقب تاني. فالاسم بيكون ثلاثي او رباعي، الاسم بتاعك لازم يكون في المنتصف. انا هخلي المحاذاه بتاعته فين؟ في المنتصف. احول بالمسطره اطلعه لفوق شويه اهو. هخلي العنوان بتاعي مثلا باللون الازرق، وهخليه بولد اهو كده. انا حطيت اسمي فين؟ في المنتصف. طيب اولا اي سي في في الدنيا بتكون من بعض الحاجات المهمين. ايه هي مكونات السي في؟ ايه هي مكونات السي في؟ اولا لازم انت وبتكتب السي في تبقى العناصر بتاعتك مرتبه، تبقى ماشي بالتنظيم منظم. يعني بدايه كده عندك حاجه اسمها البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصيه، البيرسونال انفورميشنز دي المعلومات الشخصية بتاعتك. طب بنكتب ايه في المعلومات الشخصية؟ اولا احنا خلاص كتبنا الاسم في النص زي ما انتم شايفين اهو. الاسم لازم يكون بخط طويل عريض بحيث ان هو يكون ظاهر لكل الناس. الاسم بيكون ثلاثي او رباعي. السي في يفضل انجليزي وليس عربي. تاني، السي في يفضل انجليزي وليس عربي. طيب بنيجي في البيرسونال انفورميشن بنكتب العنوان بتاعنا الادرس، بنكتب الجيميل او الاوتلوك ايا كان الايميل اللي معايا. محدش يكتب لي ياهو، محدش يكتب لي ياهو، لان هم بيفضلوا وسيله التواصل بتكون عبر البريد الالكتروني، مش عبر الفيسبوك ولا عبر التويتر ولا عبر الواتساب وهكذا. فبنحط اول حاجه الادريس اللي هو العنوان، بنحط تاريخ الميلاد، بنحط الايميل، بنحط كمان لو مثلا عايز تشيل تاريخ الميلاد تحط انت عندك كام سنه عادي، ممكن تحط الايج العمر، ممكن تحط برضو اللينكد ان لو عندك ايميل على لينكد ان. ف
فإن شاء الله لو عندنا وقت أو عندنا فرصة ممكن نتعلم إزاي ننشئ إيميل على اللينكد إن. اللينكد إن هي حاجة زي الفيسبوك بس مختصة أكتر بالوظائف. دي نقطة. النقطة التانية ممكن أضيف برضو الحالة الاجتماعية، ممكن أضيف حالة الجيش. كلمة ممكن معناها إن أنت مش مجبر تضيفها، أنت مش لازم تضيفها. طيب هنشرح كل حاجة بالتفصيل فالناس ما تطمن، إن شاء الله كل حاجة تشرح بالتفصيل. عندك بعد كده الأوبجيكتيفز اللي هو الأهداف بتاعتك أو حاجة اسمها السمري. أوبجيكتيف أهدافك المستقبلية، عايز حد من الناس الموجودة يقول لي الفرق ما بين الرؤية والرسالة والهدف. إيه الفرق ما بين الرؤية والرسالة والهدف؟ اولا انت لما تيجي تحط اي نظام لشركه معينه لازم يبقى عندك الثلاث حاجات دول، الرؤيه والرساله والهدف. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الناس اللي موجوده ايه الفرق ما بين الثلاثه، الرؤيه والرساله والهدف؟ باشمهندس احمد ابو العلا اتفضل يا هندسه. هو حضرتك الهدف اللي هو الاوبجيكتيف، هي نبتدي الاول بالرؤيه. الرؤيه ان انا حاطط نقط معينه، النقط المعينه ديت اللي بيها هوصل للهدف. يعني انا عايز احقق هدف معين، تارجت. التارجت ده هوصل له ازاي؟ في عن طريق بوينت معينه، البوينت المعينه دي لما بحطها هي دي الرؤيه. الرساله ان انا ليا غرض معين من ان انا لما اوصل للهدف ده ان انا اكون حققت متطلبات العميل، ايه الحاجات اللي ممكن يحلم بيها لو انا بقدم خدمه معينه، لو انا بقدم سيلز، لو انا بقدم سيلز ممكن ابقى حققت له الغرض من ان انا وفرت له الحاجه قبل الوقت اللي ممكن اكون متفق عليه معاه. يعني ده تقريبا، ده الله اعلم بقى، ده كده ده اللي انا فاهمه يعني من خلال عملي. يعني أشكرك يا هندسة، يعني شرح وافي ووفيت فعلا بالشرح للفرق ما بين الرؤية والرسالة والهدف. زي ما قال باشمهندس أحمد أبو العلا، الفرق ما بينهم إيه؟ الرؤية والرسالة والهدف. دلوقتي اللي هيوصلني للهدف هي الرؤية. يعني أنا دلوقتي كشخص مسؤول مثلا على مكان معين أو ماسك وظيفة في مكان معين، فأنا رؤيتي إيه؟ أولا كبي آر، كعلاقات عامة، أنت كعلاقات عامة رؤيتك إيه؟ يعني انت شايف الشركة بتاعتك بعد فترة زمنية معينة فين؟ طيب علشان توصل للرؤية بتاعتك محتاج ايه؟ محتاج هدف، خطوات تمشي عليها. فالرؤية بتكون في فترة زمنية مش هقول قصيرة، بس بتكون هي عبارة عن خطوات علشان عايز توصل لها بعد كده. يعني معاك الرسالة ومعاك الرؤية ومعاك الهدف، الهدف دي عبارة عن خطوات. انا لو واحد مثلا طالب جامعي حلمي ان انا اخلص الكليه 4 سنين 5 سنين. طيب علشان تخلص ال5 سنين او ال4 سنين او ال7 سنين ايا كان عدد السنين، بتمشي سلمه سلمه، بتمشي سنه سنه. فالسنه اللي انت بتعديها ده هدف، السنه اللي انت بتعديها ده هدف، السنه الثانيه هدف، ثالثه هدف، رابعه هدف، وهكذا لحد ما توصل للحلم الأساسي بتاعك. فالحلم عبارة عن مجموعة من الأهداف. طيب الأهداف عبارة عن مجموعة من الرؤى أو الرؤية اللي عندك. أما الرسالة دي حاجة أنا عايز أوصلها، يعني أنا رسالتي إيه؟ إيه الغرض من اللي أنا بعمله؟ أنا عايز أوصل لإيه؟ أنا دلوقتي مثلا هدفي إن أنا أطور وأهل الشباب لسوق العمل، فدي رسالتي. طب الاهداف، هل حققت الاهداف اللي انا ماشي عليها ولا لا؟ الخطوات اللي انا ماشي عليها ولا لا؟ رؤيتي، الرؤيه بتكون في فتره زمنيه قصيره، يعني رؤيتك خلال الفتره اللي جايه، رؤيتك خلال سنتين، رؤيتك خلال 3 سنين. اما الحلم مش هقول ان هو مستحيل، بس الحلم بيتحقق في فتره زمنيه طويله. فده الفرق ما بين الأربعة، الرؤية والرسالة والهدف والحلم. طيب فهنا بيقول لك الأوبجيكتيف اللي هو الأهداف،
كلمة هدف، أنت أهدافك إيه؟ يعني أنا دلوقتي مقدم على وظيفة تسويق، وظيفة علاقات عامة، وظيفة موظف موارد بشرية، وظيفة مهندس، وظيفة خدمة عملاء، الوظيفة اللي أنت متقدم ليها. ممكن تحط أهدافك في الوظيفة، وممكن تحط أهدافك الجنرال العامة. أنت إيه أهدافك؟ في سطر او اتنين او تلاتة بالكتير، ما تزودش على كده. هي السمري، يعني ملخص عنك اهدافك. يعني لما اجي اسألك في الانترفيو سؤال، انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ حد يقول لي ان السؤال ده قدم ما قدمش، طب الهدف منه ايه؟ يشوف انت شخص عندك طموح ولا لا. فانا سؤال زي ده بجاوب عليه ازاي؟ انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ في ناس بترد تقول له انا شايف نفسي كذا. كلمة انا شايف دي غلط. طيب دايما بنربط اللي احنا عايزينه بحاجة اسمها الرؤية او التطلع. الرؤية او التطلع، هقول مثلا، مش هقول انا شايف نفسي، لا، انا رؤيتي كذا. لازم تربط كلامك بالطموح، ما تقولش انا شايف. كلمة انا شايف دي لوحدها في حد ذاتها انت شخص ما عندكش حلم. لا، لازم تربط كلامك بطموح. هتقول له ايه؟ انا بخطط اكون كذا. كلمة بخطط معناها ان انا عندي اهداف ثابتة، انا عندي رؤية واضحة، رؤية واضحة للي انا عايز اعمله. الواحد عشان يوصل لحلمه ما ينفعش امشي بدون ترتيب، لازم تمشي على بلان، ويبقى عندك بدل الخطة عندك 3 بلان، A بلان B بلان C بلان D وهكذا. فلو الخطة الاولى ما نجحتش عندك الخطة البديلة، عشان ما ترجعش تعيد الكرة تاني، علشان ما ترجعش تاني من الصفر. طيب ده بالنسبة للأوبجيكتيف. طب educations، education اللي هو الدرجة العلمية أو التعليم بتاعك. يعني التعليم بداية من المدرسة الثانوية، بتكتب المدرسة الثانوية في الأول اللي انت طلعت منها، بتكتب بعد كده الدرجة العلمية اللي حصلت عليها بعد المدرسة الثانوية، نفترض بكالوريوس أيا كان الكلية، لازم تكتب الكلية إذا كنت خريج. طيب بعد كده لو حصلت على دبلومة اكتبها، لو حصلت على ماجستير اكتبه، لو حصلت على دكتوراه اكتبها. في اي درجة علمية بكتبها فين؟ في الـ education. طيب بنيجي على حاجة مهمة جدا اللي هو الـ experience، الخبرات بتاعتك. زي ما قال الباشمهندس محمد تهامي والباشمهندس احمد ابو العلا والباشمهندس صامويل، اتكلموا على حتة ان اتكلموا عن موضوع الخبرات، والخبرات بتاعتك بتتكتب من الأحدث إلى الأقدم. يعني آخر وظيفة، آخر وظائف أنت اشتغلتها من الحديث لحد ما توصل لأقدم وظيفة. يعني ترتيبها كده من الأحدث للأقدم، ما تكتبش من القديم للأحدث، لا، أنا بكتب من الأحدث إلى الأقدم. إيه آخر حاجة أنت اشتغلتها؟ إيه قبلها؟ لحد ما توصل لأقدم وظيفة أنت اشتغلتها. وليها طريقة معينة في الكتابة هنتعلمها مع بعض برضو إحنا وبنكتب السي في. طيب نفترض أنا ما عنديش خبرات، ما اشتغلتش. بالنسبة دي هنلاحظها أكتر في الطلبة. بالنسبة للناس اللي ما اشتغلتش، اللي اشتغل يكتب، طب اللي ما اشتغلش عندك حاجتين مهمين. حاجة اسمها الكورسز، الكورسات اللي هو اخدها. برضو انت بتكتب الكورسات لازم تكتبها من الاحدث الى الاقدم. ايه الكورسات اللي انت اخدتها وليها طريقة معينة في الكتابة. يعني انا لو ما عنديش خبرات اكتب الكورسات، طيب لو عندي خبرات وعايز اكتب الكورسات اكتبها، اكتبها. طيب برضو اللي ما عندوش وحابب يزود، ما عندوش خبرات وحابب يزود، حاجة اسمها السيرتيفيكيشن، الشهادات اللي هو أخدها.
الشهادات اللي هو أخدها برضو من الأحدث إلى الأقدم. يبقى لو ما عنديش خبرات ممكن أكتب مكانها الكورسات والشهادات. طب لو عندي وحابب أزود زود. طيب يبقى كده عندك المعلومات الشخصية والأوبجيكتيف والإديوكيشن والإكسبيرينس والفورسز والسيرتيفيكيشن. طيب عندك حاجة اسمها التريننج أو التدريب، ودي مهمة جدا بالنسبة للناس اللي هي نزلت التدريب. بالنسبة مثلا لو جينا اتكلمنا على الهندسة بينزلوا تدريب في شركات، برضو لازم تكتب التدريبات اللي انت أخدتها برضو من الأحدث إلى الأقدم، وبرضو هنتعلم طريقة كل واحدة فيهم. يعني في طريقة معينة بنكتب بيها مثلا الخبرات، طريقة معينة نكتب بيها الشهادات، طريقة معينة نكتب بيها الكورسات، طريقة معينة نكتب بيها التدريب. تريننج اللي هو التدريب اللي اتدربته في الشركات الخاصة بإيه؟ بالتعليم بتاعك، خاص بالتعليم بتاعك. طيب عندك بعد كده حاجة مهمة جدا، المهارات، سكيلز أو المهارات. المهارات بتنقسم إلى أربع حاجات. عندك مهارات شخصية وعندك مهارات فنية وعندك مهارات فنية وعندك مهارات كمبيوتر وعندك مهارات لغة. طيب عايز حد من الناس الموجودة يقول لي الفرق ما بين البيرسونال سكيلز وما بين التكنيكال سكيلز، ايه الفرق بين المهارات الشخصية والمهارات الفنية؟ ايه الفرق ما بين المهارات الشخصية والمهارات الفنية؟ الناس اللي موجودة حد يقول لي الفرق ما بين المهارات الشخصية والمهارات الفنية. باشمهندس صمويل اتفضل. هندسة باشمهندس محمد رمضان، المهارات الشخصية هي اللي بتتميز في شخصية الإنسان، زي مثلا أنا عندي القدرة على تحمل الضغوط في مختلف أوضاع في الشركة. المهارات الشخصية زي مثلا إن أنا عندي القدرة على التحكم في الفريق العمل، وإن أنا أسيطر على الجروب. أما المهارات الفنية فهي الحاجات اللي هي بتبقى تختص بها الفنيات، زي عندي مهارة في الكمبيوتر، مهارة في البرنامج الوورد أو الأوتوكاد، مهارات فنية في العمل نفسه بس. شكرا باشمهندس. تمام يا هندسة، أشكرك هندسة، شكرا هندسة. باشمهندس محمد تهام اتفضل هندسة. لا يا باشمهندس، هو زي ما اتفضل المهندس صمويل، هو المهارات الشخصية هي المهارات اللي عند الشخص اللي يقدر يتعامل بيها او يضيف بها للعمل، زي مثلا النيجوشيشن، امكانيه التفاوض. مثلا في واحد شاطر جدا انه يتفاوض على شيء معين، في واحد عنده قدره جيده على انه يدير فريق العمل، في واحد عنده قدره جيده على انه يشتغل مع تيم، وفي ناس لا ما يحبش يشتغل مع تيم، انما يكون افضل لما يشتغل منفرد. فعلى حسب مهارات كل شخص يضيف المهارات اللي هو فعلا ممكن يضيفها في عمله. وطبعا يعني ما يجودش كتير، لان احنا دايما نحب نجود، وانا بشتغل تحت ضغط وانا بشتغل مع تيم وورك، بعدين ينزل في مكان العمل يلاقي نفسه لا ده شغال في حته تانية خالص ومع نفسه يعني. فدي المهارات اللي هي باشمهندس اللي عنده قدرات شخصيه معينه يقدر يدير بيها اعماله او يضيف بيها جديد. التكنيكال اللي هي خاصه في نطاق عمله، يعني انا تكنيكال كمهندس كهرباء او ميكانيكا في عندي
فنيات معينه، قدره مثلا في التعامل مع الهيدروليكس او النيوماتيكس، عندي قدرات معينه في ان انا اعمل لوحات الكهرباء او قراءه اللوحات او الدرونز او غيره. قد يكون في السيلز عنده قدره على ابرام العقود والتفاوض، التفاوض هنا هيبقى شيء فني، لان هو كسيلز مهم جدا في فنيات ان هو يقدر يتعامل مع العملاء ويقول والله انا اقدر اعمل مثلا ايفالويشن للعملاء بتوعي والستيك هولدرز، وان انا الكاستمر ساتسفاكشن او الكلام ده، يعني بيضيف. هذه الفنيات بتختلف من مهنه لمهنه، لكن في النهايه هو بيقول ايه الحاجه اللي يقدر يضيفها كحاجات اكتسبها من واقع خبراته ويقدر بها ياثر على شغله. فعندنا احنا التكنيكال هو خاصه في العمل، وزي ما اتفضل المهندس مول هو الجزء الشخصي، هو ما عنده من مهارات شخصيه يقدر يدير بها العمل او يضيف بها جديد اللي هي تعتمد على مهاراته الشخصيه. شكرا باشمهندس. شاكر لحضرتك يا هندسه. يعني باشمهندس صامويل وباشمهندس محمد تهامي اوفوا الشرح الخاص في البيرسونال والتكنيكال. البيرسونال اللي هو حاجه شخصيه زي ما انتوا اتكلمتوا فعلا، يعني هي حاجه احنا بنكتسبها مع مرور الوقت، هي حاجه مش موجوده عندنا اصلا بس احنا بنكتسبها مع مرور الوقت. تمام، زي اداره الوقت، زي التخطيط، زي التنظيم، زي مثلا اللي يقول لك انا بقى اعرف اشتغل تحت ضغط. لو مش قد الكلمه دي ما تكتبهاش، عشان في ناس بتضغط وفي الاخر لا انا ما كنتش عامل حساب ان ده ضغط. لا يا حبيبي، في فرق. التكنيكال بيكون مرتبط اكتر بالوظيفه بتاعتك، يعني مثلا كمهندس ميكانيكا ليه بعض جزء التكنيكال المفروض يتصف بيه، يبقى لازم فاهم كويس فلويد، فاهم كويس ثيرموديناميك، فاهم كويس مثلا تشفاك، فاير، بلامينج، ميديكال، البرامج الهندسيه، الاوتوكاد، الريفت، كهرباء نفس القصة، الكهرباء زيادة عليهم مثلا بي ال سي. فكل واحد في الجزء التكنيكال بيكون مختلف عن التاني. انت ايه اللي بتقدر تعمله في الوظيفة بتاعتك بيكون مرتبط اكتر بالوظيفة. عندك مهارات مثلا زي السيلز او المبيعات، مهارات ماركتينج او تسويق، مهارات بي ار او علاقات عامة، مهارات مثلا تفاوض، مهارات مثلا ايه تاني. فزي ما قلنا التكنيكال بيكون مرتبط اكتر بالوظيفه. طيب الكمبيوتر سكيلز، الحاجات اللي انا بعرف اشتغلها على الكمبيوتر، انا بعرف اشتغل وورد، باور، اكسل، اكسس، اوتوكاد، ريفيت، سوليد، مثلا مايا، انفنتور، كل البرامج اللي بتعرف تشتغلها اكتبها. لكن مفيش حد يكون واخد مثلا كورس اي سي دي ال او اس 3 يجي في مهارات الكمبيوتر يكتب اي سي دي ال. مهارات مفيش حاجه في الكمبيوتر اسمها اي سي دي ال، ده اسم الشهاده، ده اسم الشهاده مش اسم البرنامج اللي انت بتعرف تشتغل عليه. طيب اخر حاجه اللانجوج سكيلز، مهارات اللغه، ايه اللغات اللي عندك. وكل لغه في الدنيا بتنقسم الى اربع حاجات: الليسننج والسبيكينج والرايتنج والريدنج، الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. لازم تقول له انت كويس في ايه من المهارات دي، انت كويس في ايه من المهارات دي، وبرضه هنتعلم كل ده مع بعض بإذن الله. طيب عندك بعد كده فولنتير اكتيفيتيز اللي هي الأنشطة التطوعية. الأنشطة التطوعية، فالأنشطة التطوعية بتنمي جوانا روح العمل المجتمعي، بتنمي جوانا العمل الجماعي، بتنمي جوانا بعض المهارات الأساسية لأي وظيفة، لأي وظيفة. فهل أنت شاركت في أنشطة تطوعية قبل كده ولا لا؟ طيب الريفرنسز، المراجع، اللي بيبص على السي في لو حب يسأل عليك هل هتسيب له مصادر عشان يسأل عليك ولا لا؟ ممكن تسيب له مصادر، ممكن تحط رابط ليك، رابط لمدير الشغل بتاعك، بحيث ان هو يقدر يرجع للشخص اللي انت حاطه في المراجع في اي وقت. ده اللي هو الفورم او تكوين السي في. طيب انا هنا كتبت سي في او ريزيوم، ايه الفرق ما بين السي في والريزيوم؟ اللي احنا كتبناه ده، المحتويات اللي احنا كتبناها بتتحط في السي في والريزيوم، بس ايه الفرق ما بين السي في والريزيوم؟ واللي احنا بنعمله ده عشان خاطر نقدم على انترفيو، هل اسمه سي في ولا ريزيوم؟
اولا ايه الفرق ما بين الاثنين واللي احنا بنعمله عشان نقدم على انترفيو؟ هل هو سي في ولا ريزيوم؟ وليه؟ حد حابب يشارك معانا من الناس الموجودة؟ حد عنده معلومة؟ طيب اللي احنا بنعمله عشان نقدم على وظيفة هل هو اسمه سي في ولا ريزيوم؟ وايه الفرق بين الاتنين؟ رغم ان الاتنين نفس المحتويات اللي من الداخل، نفس المحتويات اللي في الداخل. طيب اجاوب انا؟ اجاوب. كلنا طبعا عارفين اللي احنا بنعمله عشان نقدم على انترفيو اسمه سي في، والمعلومة دي مش صح، المعلومة دي خطأ، وهنعرف ليه كمان شوية. اللي احنا بنعمله علشان نقدم على وظيفة او علشان نعمل انترفيو ده اسمه ريزيوم. طب السي في ده بتاع ايه؟ هنعرف السي في ده بتاع ايه. طيب هنتكلم على فرق مبسط ما بين الاتنين. الريزيوم بيكون شورت والسي في بيكون لونج، بمعنى ان الريزيوم بيكون عبارة مثلا على اقل صفحتين، ما تزودش على صفحتين، اما السي في ممكن 3 4 5 زي ما انت عايز. الريزيوم بيكون عبارة عن ملخص من المهارات والتعليم والخبرات اللي عندك، المهارات والتعليم والخبرات اللي عندك. والسي في نفس القصة، بس السي في بيكون مرتبط اكتر بالمهارات الفنية. يعني انا هقدم على وظيفة كمهندس ميكانيكا، هتلاقي السي في هو بيهتم اكتر بالجزء ده، زائد كمان الاكاديميك باك جراوند، الخلفيه الاكاديميه او التعليميه، الخلفيه التعليميه. طيب الغرض من الريزيوم ايه؟ الغرض منه علشان التوظيف او اروح اقدم على وظيفه معينه واعمل انترفيو، ده الغرض من الريزيوم. طيب الغرض من السي في؟ الغرض منه الاكاديميك او اكاديميك جوبس، الوظائف الاكاديميه. لو هقدم على دكتور في مكان معين، هقدم على مثلا معيد في مكان معين، هقدم على محاضر في اكاديميات تعليميه، لازم يكون معاك سي في وليس ريزيوم. منح، لو في منحه جات لك بره مصر، مثلا في فرصه ترقي وظيفي، عشان تترقى في الوظيفه بيقول لك وريني السي في بتاعك. فالسي في انا بكتب فيه كل حاجه عني، كل حاجة عملتها. أما الريزيوم بتكتب بس فيه، أنا لو مقدم على وظيفة مثلا مهندس ميكانيكا، فبتكتب الحاجات المرتبطة بشغلك كمهندس ميكانيكا. يعني لو اشتغلت حاجة بره المجال بتاعك ما تكتبهاش. أما السي في بكتب كل حاجة من أول يوم اتولدت فيه لحد دلوقتي. فالسي في بيكون عبارة عن 3 4 5 صفحات زي ما انت عايز، اما الريزيوم صفحة او 2 بالكتير. والغرض من الريزيوم ان انا اروح اعمل انترفيو عشان اتوظف، اما الغرض من السي في لو عندي وظيفة اكاديمية او عندي منح او عندي فرصة ترقي وظيفي او هتكافئ على حاجة معينة. فالسي في لازم تكتب كل حاجة عنك بالتفصيل من اول يوم لحد دلوقتي. اما الريزيوم زي ما قلنا وعيد عليها تاني، بيكون مرتبط اكتر بالمهارات والخبرات والتعليم الخاصه بالوظيفه اللي انت رايح لها. فده فرق مبسط ما بين الريزيوم والسي في. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب هنعمل مع بعض ريزيوم او سي في بسيط. قلنا بدايه كده انا هكتب مثلا الاسم بتاعي في المنتصف،
وقلنا الحاجات المهمة اللي المفروض نركز فيها أنواع الخطوط الرسمية، التايمز نيو ريمون، الأريال كليبري، الثلاث خطوط دول مهمين جدا. الأحجام عندك 12 14 16. العناوين خليها مثلا بولد، خلي مثلا لون الخط يا إما أسود يا إما أزرق يا إما أحمر. ظبط المحاذاة بتاعتك، لو عايز تعمل تعداد نقطي اعمله، بس ابعد عن الحدود البيج بوردر، ويبعد عن لون الصفحة، ان انت لو عملت الحدود دي ولون الصفحة كده انت رحت للسي في الغير رسمي. اما الرسمي ما بيكونش فيه صورة ولا فيه لون للصفحة ولا فيه اطار للصفحة، وتكون الوانه كتيرة. اما الرسمي اسود ازرق احمر بالنسبة للالوان والاحجام 12 14 16، ونوع الخط تايمز نيو ريمون وكاليبري وريال. ما احط مش بعمل له حدود خارجيه ولا بحط الوان للصفحه. طيب قلنا اول حاجه بنعملها ايه؟ هعمل تعداد نقطي مثلا رمز النقاط بالشكل ده. هعمل اول حاجه البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصيه. اغير مثلا اللون او اخليه زي ما هي، بس ايه الحجم اخليه على الاقل مثلا 16، واظبط من المسطره اظبط اخليها مثلا في بدايه الصفحه. انا لو خليت العنوان بتاعي 16 وبخلي تحته 14، طيب لو خليت العنوان 14 اخلي تحته 12. طيب هل الصوت واضح بالنسبة للناس ولا في مشكلة في الصوت؟ طيب لو العنوان بتاعي كان أزرق أخلي تحت أسود. يعني أول حاجة أعملها إيه؟ هكتب مثلا، خلينا نكتب الأدرس، هغير ده، اختار اللون الاسود، قلنا ده كام 14. طب عشان لازقه في بعض بخلي المسافات ما بين السطور خليها 1.5، المسافات 1.5. طيب جينا كتبنا الادرس، في الادرس او العنوان بكتب اول حاجة اسم الشارع، بعد كده اسم المحافظة، بعد كده اسم البلد. يعني انا كتبت هنا اهو اسم الشارع، بعد كده كتبت ايه، خلينا نكتب مثلا اسم الشارع، نكتب مثلا جيزة، اسم المحافظة كايرو القاهرة، والبلد مثلا ايجيبت. اخلي مثلا الادرس هنا تحتيه خط. طيب لحد دلوقتي قبل ما اكمل، هل الصوت تمام بالنسبه للناس؟ صوت واضح ولا في مشكله في الصوت؟ عشان محاضره النهارده مهمه، يعني لو كان في مشكله في النت الناس تقول لي. هل الصوت واضح؟ تمام. طيب زي ما قلنا الادرس، بكتب اول حاجة اسم الشارع، بعد كده اسم المحافظة، بعد كده البلد، بالترتيب كده من الصغير للكبير. طيب بعد كده عندك الفون، وهنعرف يعني فون، وعندك موبايل. ايه الفرق ما بين الفون والموبايل؟ حد يقول لي ايه السؤال اللي بتسأله ده؟ في ناس ما تعرفش الفرق ما بين الاتنين اصلا، الفون والموبايل ايه؟ مين فيهم طيب التليفون الارضي ومين فيهم التليفون المحمول؟ الفون بيكون الارضي والموبايل بيكون اللي هو التليفون المحمول. طيب انا لو مش هكتب
انا لو مش هكتب مثلا الموبايل عادي مش مشكلة اخليها فون، بس في الاول لازم اعمل حاجة، هكتب رمز الدولة. رمز الدولة، رمز الدولة مصر 020 020. انا لو مش هكتب الموبايل عادي خلاص اكتب فون مش مشكلة، تمام. بلس 020 ده رمز الدولة، رمز الدولة اللي احنا فيها هي مصر 020. وبعد كده اكتب رقم التليفون، يبقى بكتب رمز الدولة، في ناس بتكتبها ايه 02 بس وتكمل بعد كده، بس في كل الحالات صح، رمز الدولة في الاول وبعد كده اكتب رقم تليفونك. طيب بعد كده في حاجة اسمها الواتساب، الواتساب نمبرز ده رقم الواتساب بتاعك، لو هو هو حطه تحت، لان ده الرقم اللي هيقدر من خلاله يكلمك عليه، يتصل عليه، ده لو حابب ان هو يبعت لك رسالة على الواتساب. وبرضه احط خط تحت الكلمة نفسها اهي. ويفضل ان العناوين بس تكون بولد، الاجابات بتاعتك تكون ايه ما تكونش بولد اهي. يبقى كتبت الادرس، بعد كده الفون، بعد كده الواتساب نمبر. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها الايميل، فالايميل اذا كان عندي يا اما جيميل يا اما اوتلوك يا اما هوت ميل، بعيدا عن الياهو، هو عايز يبعت لك رساله بطريقه الكترونيه رسميه. الياهو مش رسمي، الياهو مش رسمي، احنا كاصحاب بنعمل دردشه مع بعض على الياهو، لكن الياهو مش رسمي. الرسمي بيكون يا اما جيميل يا اما الاوتلوك. نفترض مثلا عملت جيميل وقام الصح، بس بنجرب حاجة مع بعض، هو @gmail.com، ورحت كتبت كده، انا كتبت الجيميل بتاعي. طيب عندك اوتلوك، اكتب اوتلوك، وقلنا الفرق ما بين الاتنين ايه، ان الاوتلوك بيكون رسمي شوية على الجيميل. ويفضل انت وبتكتب او انت بتعمل جيميل يفضل ما تعملش اسماء الدلع، يبقى ايه، يبقى على الاقل باسم الشخص اللي هيبعت السي في. ده بالنسبه للايميل. طيب لو عندك لينكد ان، وللعلم ان اللينكد ان هيقوي معاك السي في، فلو عندك لينكد ان حطه هنا ايا كان اسمه، يعني ان شاء الله باذن الله يبقى في محاضره ازاي تعمل ايميل على اللينكد ان. سيب ده دلوقتي، ايا كان انا هحط الرابط بتاعه هنا، انت هتجيبه كرابط، انت هتجيبه كرابط، تعمل كوبي او نسخ للرابط وتحطه هنا بيست. وانا افترض ان انا عندي، وانا ما عنديش ايميل هناك. ايه تاني ممكن نضيفها؟ ممكن نضيف برضو الايج، العمر، او الديت اوف بيرس، تاريخ الميلاد. طيب في تاريخ الميلاد عندك حاجة اسمها شورت ديت وحاجة اسمها لونج ديت. شايفين هنا بيقول لك ايه، الشورت ديت بيكون التاريخ عبارة عن ارقام فقط، اما اللونج ديت عبارة عن اليوم
والشهر كاتبه لك بالانجليزي وتاريخ اليوم اللي انت فيه وكاتب لك السنه. فيفضل في السي في تكتبه كلونج ديت وليس كشورت ديت. يعني مثلا هكتب 16، حتى الشهور تكتبها بالاختصار بتاعتها اول 3 حروف مثلا، الف اختار تاريخ ميلاد بالشكل ده. طيب مش عايز تكتب تاريخ الميلاد وعايز تكتب عمرك، اكتبه بس يفضل تكتب تاريخ الميلاد. طيب ده بالنسبة بقى للجيش. بالنسبة للشباب إذا كان مثلا مؤجل ولا إذا كان فينيشد ولا كان إيه بالظبط، هيكتبها هنا إذا كان مؤجل الجيش ولا لأ. معلش لحظات، طيب بعد كده بنكتب إيه؟ بعد كده بنكتب الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية. معلش ننتظر بس دقيقتين بس، هي مش حالة الجيش، دي الحالة الاجتماعية بتاعتك، أيا كان الحالة الاجتماعية إيه، حالة التجنيد أو حالة الجيش. ده بالنسبة للشباب، يعني الشباب بس اللي يكتبوه. بالنسبة للبنات لو في حاجة اسمها الخدمة العامة، الخدمة العامة مريت هي الاستيت ده اللي هو الحالة الاجتماعية، أما الأرمي استيت ده حالة الجيش. البنات مثلا السيرفيس استيت اللي هو حالة الخدمة العامة، أو البابليك سيرفيس استيت اللي هو الخدمة العامة بتاعتهم إذا كانوا خلصوها ولا لأ، لازم يكتبوها في المعلومات الشخصية. تفتكروا في معلومات تانية ممكن نضيفها ولا دول كفاية؟ في معلومات تانية ممكن نضيفها عننا ولا دول كفاية؟ ناس موجودة معايا ولا لأ؟ المهارات دي هيبقى في خانة لوحدها. طيب دي المعلومات الشخصية اللي ممكن تضيفها، يعني الحاجات اللي ممكن من خلالها يتعرف عليك. تمام؟ طيب حابب تزود معلومات شخصية أكتر من كده زود، لكن هو ده أهم حاجة ممكن تضيفهم داخل السي في. طيب عندك بعد كده ايه تاني؟ تاني نقطة نتكلم فيها حاجة اسمها الاوبجكتيف اللي هي الاهداف. احنا شغالين اهو واحدة واحدة مع بعض في السي في، هنعمل سي في مع بعض. ويفضل يفضل تاني يفضل الناس اللي بتعمل سيفيهات جاهزة، يفضل انت تكتبه بايدك زي ما احنا بنعمل دلوقتي اهو. objectives اللي هي الاهداف بتاعتك، لازم كل حاجة تكون متنسقة. هون شغالين مع بعض واحدة واحدة اهو. يبقى أول حاجة عملناها المعلومات الشخصية، بعد كده حاجة اسمها الأوبجيكتيف أو الأهداف. الأهداف ممكن نكتب فيها يعني سطرين ثلاثة حلمك بس، يعني مثلا تكتب أنا بخطط تو مثلا، يعني كل واحد ليه حلم غير التاني، كل واحد ليه هدف غير التاني. هدفك ايه انت مثلا؟ work
has mechanical engineer. تمام، يعني انا بخطط ان انا اشتغل كمهندس ميكانيكا ان مجال مثلا الميب تمام and hydraulic. انا كتبت سطر واحد، يعني ممكن زي ما قلنا هي بتكون مثلا من سطرين لثلاثة، ما تزودش على كده ولا تقلل عن كده، يعني سطر اتنين تلاتة بالكتير. اهدافك كل واحد ليه هدف غير التاني، اهدافك اللي انت حابب تعملها خلال الفترة اللي جاية دي الاهداف بتاعتك. بعد الاوبجيكتيف في حاجة اسمها الاديوكيشن، education اللي هو التعليم بتاعك. اول حاجه تكتب المدرسه الثانويه اللي انت اتعلمت فيها ايا كان المدرسه الثانويه، مثلا جيزه اسكندري سكول. انا كتبت المدرسة الثانوية في الاول، بعد كده مثلا هكتب الكلية بتاعتي. طيب الكلية تتكتب ازاي؟ عندك الكلية وعندك القسم بتاعك وعندك التقدير، مثلا فاكولتي اوف انجينيرينج تمام. بعد كده اروح اعمل مثلا شرطة، مثلا كايرو يونيفرسيتي اللي هي جامعة القاهرة، مثلا ديبارتمنت او ميكانيكال ديبارتمنت اللي هو قسم او ميكانيكال انجينيرينج. ميكانيكال انجينيرنج ديبارتمنت، يبقى كتبت اول حاجه الكليه، بعد كده الجامعه، ويفضل يفضل تكتب الاول الجامعه. اي فاكولتي اوف انجينيرنج وادي الجامعه. طيب الجامعه اهو جامعه القاهره، كليه الهندسه، قسم الهندسه الميكانيكيه. هتعمل نفس القصه، الجامعه اللي انت اتعلمت فيها واسم الكليه وبعد كده القسم، برضو من الاكبر للاصغر. طيب زود بعد كده الجريد اللي هو التقدير بتاعك، ويفضل لو التقدير مقبول ما تكتبوش، يفضل. طيب لو جيد اكتب جيد. ناس في بعض الكليات بتشتغل بنظام الساعات المعتمدة، ايا كان الساعات المعتمدة اكتبها. تمام، يبقى كتبنا المدرسة الثانوية، كتبنا الكلية بتاعتنا اهي، اسم الجامعة، الكلية، القسم، والتقدير. بس بعد كده لو انت حاصل على ماجستير او دكتوراه، اعتذر منكم. زي ما قلنا بالنسبة للإديوكيشن احنا بنكتب المدرسة الثانوية، بنكتب الكلية بتاعتنا اول حاجة الجامعة، بعد كده الكلية، بعد كده القسم، بعد كده التقدير. بعد كده لو كنت حاصل على ماجستير او دكتوراه
اكتب الماجستير ثم بعد كده الدكتوراه. تمام، ده بالنسبه للإديوكيشن. بالنسبه للمعلومات الشخصيه والاهداف والإديوكيشن، الثلاث حاجات دول فيهم اي مشكله؟ فيهم اي مشكله قبل ما ندخل على الاكسبيرينس او الخبرات؟ معلش احنا هناخد بس ريست كده لحد الساعة 4 الا ربع، ربع ساعة كده، بحيث ان احنا نصلي العصر، وبعد كده اللي عنده مثلا اي حاجة محتاج يريح شوية، محتاج عارف ربع ساعة ما تعملش حاجة، فمن ربع ساعة لثلث ساعة كده يعني. هنبدأ الساعة 4 الا 10، 4 الا 10 تمام، نصلي العصر ونتغدى، وبعد كده ايه نكمل، الناس اللي هتتغدى تتغدى ونكمل باقي السي في. باشمهندس محمد كان محتاج يقول حاجة، اتفضل يا هندسة. باشمهندس السلام عليكم. باشمهندس الله يبارك فيك يا باشمهندس جمعه، مبارك عليك وعلى المهندسين واخواننا الموجودين في باشمهندس. امبارح بس في المحاضره كنت حاضر، وبعدين مره واحده طلعت من طلع من البرنامج مره واحده كده، فما عرفتش اخش تاني، مش عارف بس كنت بسال المهندس احمد مثلا هيكون حضرنا امبارح ولا لا. تمام يا هندسه. طيب ممكن حضرتك تبعت الباشمهندس احمد اسمك ثلاثي عشان لو كده يعني يدخلك حضور محاضرة امبارح. عشان باشمهندس احمد، بالنسبة لباشمهندس محمد الشرقاوي كان عنده مشكلة في موضوع حضور امبارح، وكان حاضر بس كان عنده مشكلة في الزوم، فلو كده ممكن نحضره في محاضرة امبارح. تمام يا هندسة. طيب زي ما قلنا هناخد ريست كده لحد الساعة 4 إلا ربع، وهنرجع نكمل مع بعض إن شاء الله المحاضرة بتاعة النهاردة. احنا لسه ما خلصناش، احنا يعتبر لسه في خدنا نص السي في. تايم بريك لحد الساعة هنخليها ال10، تلت ساعة اللي محتاج يصلي ومحتاج يعمل مثلا يتغدى، وبعد كده نرجع نكمل مع بعض اللي احنا وقفنا عنده. هنخلص السي في بس النهارده، يعني هنخلص مكونات السي في وهنوقف على كده، يعني مفيش حاجه تاني النهارده، يعني السي في وهنشرح طريقه الكي بي اي اس. تمام، وان شاء الله هنحدد محاضره تانيه هنشرح فيها في بعض الحاجات اللي الناس اتكلمت فيها. الباشمهندس محمد اتكلم من درايف او القطاع لو اتقفل ازاي افتحه، هنتكلم في الطريقه دي بالتفصيل. في بعض الاسئله التانيه او الحاجات المهمه ممكن نتكلم فيها يعني، فهتكون مثلا في يوم تاني غير النهارده، بس النهارده السي في ونظام الكي بي اي اس، يعني في حدود ساعه تاني ان شاء الله. قبل الساعه 5 طبعا، قبل الساعه 5 اكيد. احنا هناخد رست لحد الساعه 4 ل 10 ونرجع نكمل ان شاء الله. باشمهندس احمد حضرتك موجود؟ موجود يا فندم. هو انا المشكله عندي ان انا عندي في العماره نفسها بير ميه بنسحب منه ميه عشان نرفعه فوق للخزانات العلويه. احيانا بتحصل ان 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 الموتور تحت يفضل يشغال والميه تخلص في البير والموتور يتحرق بعد كده او يدخل له هواء ويدخل في مشاكل. هل في حاجه زي ليميت سويتش بيفصل الكهرباء او يخلي الموتور يطفي بمجرد ما يوصل لمنسوب معين مثلا؟ طيب قبل ما نكمل، باشمهندس احمد، باشمهندس محمد توامي تقريبا حابب يجاوب حضرتك، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي باشمهندس حلها بسيط جدا، في حاجه اسمها فلوت سويتش او عوامه. الله يبارك في عمرك، دي بيجي لها عوامه بتكون موجوده على الليفل تحت اللي انت بتخليه في البير، يعني لو عملت قبل نهايه الميه من البير مثلا في حدود نص متر او متر، بتيجي العوامه تركب وتتوصل على لوحه كنترول صغير. اول العوامه دي ما تاخد وضعيه عدم وجود الميه
مباشرة بتفصل عندك البم، تفصل تفصل المضخ، فده بيكون فلوت سويتش وبيجي معاه كنترول صغير، كنترول صغير تتركب عندك فوق في لوحة معينة جنبها، وتحدد الارتفاع اللي انت عايز المضخ توقف عليه. اهم شيء نوع العوامة اللي بتشتريها بيكون يا ترى في نوعية كنترول. نعم. العوامل عندي موتور بيسحب من الخزان ويرفع للدور التاسع. ممتاز. لما انت عايز من الدور التاسع في موتور ثاني اتفضل بيضم ثاني بقى لبقيه المكونات العماره. مفيش مشكله خالص. اي خزان عموما لو حضرتك عايز تعمل عليه ليفل بحيث يقف لما يكون مفيش ميه في المضخه تحت، بيجي فلوت توتش عوامه. العوامه دي ليها كابلين، لها ثلاث اسلاك كهرباء. نوعيه العوامه دي بتتحدد حسب دائره الكنترول اللي حضرتك هتختارها، في 220 فولت او في 24 او اكثر او اقل، تختار نوع العوامه المتطابقه مع نوع الكنترول. لو رحت حضرتك عند اي حد بيبيع دوائر التحكم دي هتقول له انا عايز عوامه تدخل الموتور بتاعي قبل على ليفل معين، فهيدي لك العوامه ودائره الكنترول بتتبع ده. طب اطمع اخد رقم الواتساب بتاع حضرتك. طيب حاضر حاضر. اكل الزوق الثاني. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا مهندس محمد، جزاك الله خير. تمام. نرجع نكمل ان شاء الله الجزء اللي وقفنا عنده. باشمهندس احمد حسام حضرتك موجود؟ تمام، هنرجع نكمل ان شاء الله. ماشي. طيب احنا كنا اخذنا في السي في عملنا ازاي نكتب المعلومات الشخصية وازاي الاهداف بتاعتنا والإدوكيشن او جزء التعليم. زي ما قلنا دلوقتي هنتكلم على جزء experience او الخبرات الموجودة عندنا. ممكن الناس يعني واخده بالها ان كتاب السي في امر متعب، لا بالعكس، انت اكتبه عادي في الاول هيتعبك، بس بعد كده لو حبيت تغير عليه هتعدل عليه بكل سهولة، ويفضل ان انت تكون كاتبه بنفسك ما تدخلش على مواقع الجهاز. هنروح على حاجة اسمها الاكسبيرينس او الخبرات. طيب زي ما قلنا الخبرات انا بكتبها من الاحدث الى الاقدم، يعني احنا مثلا في 2022 نفترض ان في حد اشتغل جون، اشتغل من شهر يناير ألفين اتنين وعشرين لحد ماي 2022، اشتغل في مكان معين، فبتكتب فروم تو، يعني اشتغلت من امتى لامتى، من امتى لامتى. طيب اول حاجة بتعملها اسم الشركة، اسم الشركة اللي انت اشتغلت فيها. نفترض مثلا كمثال رحت قلت له بيم اربيا. طيب اول حاجه هنا بكتب السنه من الى من كذا لكذا، وبكتب المكان انا اشتغلت فيه، وبعد المكان بعمل زي خط صغير كده وراح اكتب مثلا انا اشتغلت ايه في المكان ده. يعني نفترض اشتغلت كينيكال انجينير. طيب حلو خالص، يبقى انا كتبت في الاول اهو، دي لازم نحددها بحيث انها تكون مختلفه عن الباقي. اعمل لها بولد واعمل خط صغير من تحت. يبقى انا قلت له من جون 2022 الى ماي 2022 اشتغلت في العربية كمهندس ميكانيك. طيب لازم بعد كده بتعمل الديسكريبشن او الوصف الوظيفي. انت كمهندس ميكانيكا انت لما جيت اشتغلت في بيم اربيا ايه اللي انت عملته بالظبط في سطر واحد، في سطر واحد
يعني انت كمهندس ميكانيكا في بيم اريبيا وظيفتك ايه؟ في سطر واحد ما تزودش على سطر. نفترض مثلا شيفاك سيستم، انا بقول لك بس حاجه بسيطه. فهنا في حاجه اسمها الديسكريبشن او الوصف الوظيفي. يعني انت كمهندس ميكانيكا في بيم اريبيا عملت ايه؟ طيب بعد كده احنا بنوصل لحد من زي ما قلنا من الاحدث الى الاقدم، مثلا 2021 اكتب برضو من كذا لكذا، نفترض مثلا من اوغست او نخليها من ماي 2000 مثلا وعشرين الى اوغست 2021، اكتب برضو مثلا اشتغلت كمهندس ميكانيكا مثلا او كمدرب انا هنا اللي بعمله ده بعمل حاجات مختصره، حاجات مختصره اهو عشان الناس برضو كتوضيح ليهم. يعني هقول له انت لو مش عايز تعمل وصف الوظيفي مش لازم تعمله، لو مش عايز تعمله ما تعملهوش، بس ده بيقوي السي في معاك. يعني انا كمهندس ميكانيكا في بيم اريبيا انا ايه الوصف الوظيفي؟ كنت بعمل ايه كمهندس ميكانيكا؟ طيب انا كمدرب في الاكاديميه الامريكيه انا كنت بعمل ايه؟ مش هقول له اس دي ال اس 3 ترينر، لا هقول له مثلا انا كنت بدرس وورد اكسل باوربوينت، بس تشرحها له في سطر واحد، وهكذا لحد ما توصل لايه؟ للاقدم. يبقى في الاكسبيرينس من الاحدث الى الاقدم، من الاحدث الى الاقدم. وزي ما قلنا بنكتبها ازاي؟ اول حاجه التاريخ فروم تو، يعني من كذا لكذا، بتكتب المكان اللي انت اشتغلت فيه، ثم الوظيفه، ثم الوصف الوظيفي. لو عايز الوصف الوظيفي ديت تخليه في سطر لوحده يفضل تخليه في سطر لوحده. ده بالنسبه لايه؟ الاكسبيرينس بتاعتك. طيب بعد كده بعد الاكسبيرينس بالنسبه لو انت مسكت مشروع معين في شركه او في ايا كان كمهندس حر مثلا، اكتبها، اكتب من كذا لكذا، بتكتب اسم الشركة، بتكتب الوظيفة بتاعتك، بتكتب الوصف الوظيفي. في الوصف الوظيفي بقى زي ما انت قلت هنا بتكتب المشروع نفسه، الديسكريبشن بتاعه بيتكلم عن ايه، وعدد سنين المشروع لو انت خدت مشروع لمدة سنتين او ثلاثة، والخبرة بتاعتك فيها ايه. في سطر برضه او سطر ونص بالكتير ما تزودش، تمام؟ ده في الوصف الوظيفي. لكن لو انت اصلا مسكت كذا مشروع في كذا مكان، اكتب المشاريع دي كلها تحت بعض، بس ما تكتبش الكوست، يعني التكلفه ملهاش دعوه بالاكسبيرينس. الكوست بتاعت المشروع ملهاش دعوه بالاكسبيرينس او الخبرات اللي عندك. ممكن تكتب عدد السنوات والخبره بتاعتك في المشروع، لكن الكوست مش بتتكتب. طيب بعد الاكسبيرينس بنكتب ايه؟ بنكتب حاجه اسمها الكورسات. يعني انا لو واحد ما عنديش اصلا اكسبيرينس اروح اكتب الكورسات بتاعتي. طب لكن لو عندي وعايز ازود، زود زي ما قلنا اكسبيرينس اللي هي الكورسات الموجوده عندك. خليها مثلا اسود. برضو الكورسات زي ما كتبت في الاكسبيرينس او الخبرات اكتب في الكورسات. يعني هقول مثلا كمثال سنة 2022، وتأكد من حجم الخط،
لو العنوان 16 اللي تحته يكبر 14. أحيانا قيمة المشروع تعبر عن حجم المشاريع اللي اشتغلت فيها. طيب تعال كده نتكلم صراحة مع بعض هندسة دلوقتي. هل لو أنا مسكت مشروع كمثال يعني 50,000، مشروع 100، مشروع ب2 مليون، مشروع بمليار، هل خبرتك بتتقاس بسعر أو بقيمة المشروع نفسه أو حجم المشروع؟ لا، القيمة دي الموارد المتاحة بالنسبة لي. يعني هو ادالك مثلا كمثال الفلوس دي، ده مورد، فهو ادالك مورد علشان تنشئ المشروع، فأنت بخبرتك أو الخبرات الموجودة عندك بتعمل مشروع. الفلوس دي عبارة عن، أو قيمة المشروع دي عبارة عن مورد هو ادهولك، اداك مثلا بعض الموارد التانية عندك. طبعا في موارد طبيعية، موارد صناعية، موارد مالية، موارد ملموسة اللي هي موارد غير ملموسة اللي هي المعلومات. فدي كلها موارد هو بيديها لك عشان تشتغل. فعلى حسب قيمة المشروع بيدي لك الموارد. لا، هو ملوش دعوة يا هندسة بقيمة المشروع، هو مش هيحدد انت اشتغلت في مشاريع ضخمة او بسيطة. وكل القصة في ايه؟ السيرة الذاتية بس، ابراز الخبرات بتاعتك، يعني انت عملت ايه؟ دي نقطة. النقطة التانية، سواء اشتغلت في مشاريع بسيطة ومشاريع ضخمة، الاثنين بالنسبة لكل الناس اللي بيعملوا انترفيو واحد. ليه؟ اولا انا ممكن اشتغل في مشروع بسيط بس احط جواه كل الخبرات اللي موجودة عندي واطلع المشروع البسيط ده على اعلى كفاءة، وممكن اشتغل في مشروع ضخم بس اطلع غلطات كتير عندي. تمام؟ فهي مش بالمشروع البسيط ولا الضخم، لا، هو بالخبرة بتاعتك، الخبرة اللي انت قدرت من خلالها تعمل المشروع ده. ممكن تعمل حاجة تانية، ممكن الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه ده ممكن تكتبه في الوصف، وصف الوظيفي. يعني انت لو مسكت مشروع معين، تعال في الوصف الوظيفي خد سطرين او 3 سطور اشرح المشروع عموما بيتكلم على ايه. عايز تحط الميزانية حطها، بس مش افضل حاجة. يعني في الديسكريبشن او الوصف الوظيفي اشرح المشروع بتاعك في 2 سطر 3، ما تزودش على كده. ده بالنسبة للوصف الوظيفي. تمام؟ ماشي. كان بيطلب مني احط قيمة المشروع. هو على ما بص، هو اللي طلب منيك، هو اللي طلب منيك. يعني في وقت ما هو يطلب منيك ان انت تحط، لا حط، لكن طالما ما طلبش خلاص مش لابد ان انت تحطها، مش لابد ان انت تحطها. بس برضو زيادة تأكيد في الديسكريبشن، احنا قلنا بنكتب اول حاجة اسم الشركة، بعد كده الوظيفة بتاعتك، بعد كده الوصف الوظيفي. في الوصف الوظيفي لو عايز تزود الميزانية زودها، زودها مش مشكلة. يعني في 3 سطور تشرح المشروع بتاعك كوجه عام كده باختصار. حابب تزود فيها الميزانية زود فيها الميزانية. روح على الكورسات، برضو الكورسات نفس القصة، الكورسات هتعملها من الأحدث إلى الأقدم. أنا خدت كورس مثلا كمثال ICDL. يفضل ما تكتبش اختصارات في السي في. في بعض الناس ما يعرفوش اصلا يعني ايه ICDL، في بعض الناس ما يعرفوش. فالICDL هي اختصارة International Computer Driving License، وما بين قوسين اكتب ICDL. بس لازم تبين له الاختصار دي بتاعت ايه. يعني انا اخدت الـ ICDL، كتبت اسم الكورس اللي انا اخدته،
بس احنا قلنا في الاول لازم تكتب، كتبت اسم القرص بعد كده اقول له ايه مثلا ان انا اخدت القرص ده فين، المكان اللي اخدت فيه القرص مثلا، وبعد كده اد كذا. طيب اد دي بكتبها في حاله ايه؟ لو انا مش كاتب التاريخ في الاول، يعني انا لو مش كاتب التاريخ هنا اقول له في الاخر اد كذا، اد مثلا ابريل 2022، يبقى اسم القرص اللي انا اخدته. بعد كده اقول له ان اللي هو حرف الجر، ان بيجي بعدها مكان، فان كذا المكان اللي اخدت فيه، ات اللي هو التوقيت، اخدتها فين؟ اخدتها في شهر 4 2022. طب لو مش عايز اضيف ات في الاخر، حط عادي في الاول انت اخدته امتى بالظبط، ابريل 2022 او بالشكل ده. وزي ما اتفقنا ان الكورسات برضو من الاحدث الى الاقدم، مثلا 2022 اخدت مثلا شباك شباك، وبرضو الاتشباك يعني برضو ده اختصارة، هي اختصارة ايه؟ heating ventilation air conditioning وبين قوسين اروح اكتب اتشباك. يعني ابعد عن الاختصارات في السي في، ده اللي هو انظمه ال الانتريشن اللي هي التهوية، وهيتنج اللي هي الحرارة، تسخين. يفضل انت تخلي اول حرف كابيتال من كل كلمة. بالظبط كده يا هندسة. وما بين قوسين تحط الاختصار بتاعك. طب انا اخدت الهيتنج فنتليشن اير كونديشننج اللي هو انظمه التكييف والتبريد، اخدتها مثلا كمثال ان بيم ربيا، كتبت المكان. لو مش كاتب التاريخ في الاول خليها مثلا ماي. لو مش كاتب التاريخ في الاول اكتب بعد كده في الاخر اد كذا. فالكورسات بكتبها برضو من ايه؟ من الاحدث الى الاقدم، وبرضو اخلي التاريخ بتاعي بتنسيق معين بالشكل ده. ده بالنسبة للكورسات بتاعتك. طيب بعد الكورسات احنا قلنا ممكن نضيف ايه؟ ممكن نضيف الشهادات. طيب هل الكورسات والشهادات لو ما ضفتهاش هتأثر؟ لا، مش لازم تضيفها، مش لازم تضيفها. بنضيفها في حالة واحدة، لو انت اصلا ما عندكش خبرات، فلازم تحط حاجة تعوض عن الخبرات اللي انت مش عندك اصلا. فايه اللي بيعوض على الخبرات؟ الكورسات والشهادات اللي انت اخدتها. certifications او شهادات. طيب الشهادات مثلا هقول له انا اخدت برضو نفس القصه، برضو بنفس الطريقه من الاحدث الى الاقدم، ابريل 2022 اخدت، او الشهاده اللي انا اخدتها مثلا كمثال اتشباك. قلنا ما نكتبش اختصارات، قلنا لازم تكتب الكلمه كلها اهو. طيب ان المكان اللي فيه، المكان اللي انا باخد فيه الحاجه. طب اخدت الحاجه دي من المكان، فروم اللي هو من كذا،
من مش فيه، انا خدت شهاده من فين؟ نفترض مثلا من نقابه المهندسين، اكتب نقابه المهندسين. طب اخدتها من مكان معين، اكتب المكان ده فروم كذا. انا خدت حاجه من مكان بفروم بم ريبيت. طب اخدت الحاجه في مكان معين ان توقيت ات، انا خدت شهاده اتشيفاك من بم ريبيت، وبرضه هتكمل الباقي. الشهادات بتكون من الاحدث الى الاقدم، من الاحدث الى الاقدم. طيب قلنا بعد كده بنكتب ايه؟ عندك بعد كده السكيلز او المهارات. تعال مع بعض نكتب السكيلز او المهارات. ماشي، خليها مع بداية الصفحة التانية. قلنا دي اسمها ايه؟ السكيلز او المهارات. قلنا بتنقسم الى اربعة، قسم الى اربعة. عندك اول حاجة البيرسونال سكيلز اللي هي المهارات الشخصية، خليها ناحية اليمين شوية، ظبط فيها من المسطرة. طيب ايه المعلومات الشخصية؟ يعني ايه المهارات الشخصية المفروض تكتسبها؟ خلي ده اسود. طيب احنا قلنا المهارات الشخصية الحياة اللي انا بكتسبها مع مرور الوقت، زي مثلا التايم مانجمنت، هو ادارة الوقت. منساش ان ده نشيل البولد واخليه اسود واخليه 16. طب ايه تاني غير التايم مانجمنت؟ ممكن مثلا حد يقول لي الاندر ذا ستريس، يعني تحت ضغط. الحاجة اللي انت بتكتبها في السي في هتتحاسب عليه. يعني ما يجيش حد يكتب لي انا بعرف اغني وانت متعرفش تغني، انا بعرف اقرا وانت متعرفش تقرا، انت تعرف انا اعرف اعوم وفي الاخر انت متعرفش تعوم. العلم اتش ار الغلس هيقول لك خلاص انت بتعرف تعوم، تعال يا حبيبي عوم، يلا وريني ازاي بتعرف تعوم، هي كسفتك بعد كده لو ما عرفتش تعوم. فما تكتبش حاجه انت مش قدها، تمام؟ مثلا البلاننج اللي هو التخطيط، مثلا السولف بروبلم حل المشكلات، هل عندك قدرة على حل المشكلات ولا لا؟ فدي حاجات شخصية، مهارات شخصية أنا بكتسبها مع الوقت. طب احنا قلنا التكنيكال، التكنيكال بيكون مرتبط أكتر بالوظيفة. التكنيكال بيكون مرتبط أكتر بالوظيفة، بمعنى أنا عندي مثلا كمهندس عندي مهارات البيع، عندي مهارات البيع، أروح أكتبها كتكنيكال كجزء إيه؟ عايز اقول له مثلا السيلز او المبيعات. المبيعات دي اصلا وظيفه، المبيعات دي وظيفه. فهل انت عندك مهارات المبيعات ولا لا؟ او امسح كل ده، او السيلز عندي مهاره المبيعات. طيب عندك مهاره التسويق؟ اه عندي مهاره التسويق. عندك مثلا project management إدارة مشروعات؟ اه عندي إدارة مشروعات.
فالتكنيكال بيكون مرتبط اكتر بالوظيفه بتاعتك. طيب مثلا انت كمهندس ميكانيكا ايه المهارات مثلا اللي عندك؟ عندك مهارات فنيه، عندك زي مثلا ممكن حد يقول لي انا هكتب فلويد، انا هكتب ثيرموديناميك، طيب دي بتكتبها في حياتك لو انت لسه خريج، انت عندك المهارات الخاصه بالوظيفه بتاعتك. يعني انت كمهندس ميكانيكا لازم تكون فاهم كويس فلويد وسيرمو واللي هو حاجه اسمها الجاز بتاخد سنه ثالثه، والاتش فاك اللي بتاخد سنه رابعه، فلازم يبقى عندك الحاجات دي، لازم تبقى عندك الاسس بتاعت المهندس الميكانيكي. طيب التكنيكال قلنا بيكون مرتبط اكتر بالوظيفه اللي انت مقدم ليها. طيب عندك بعد كده احنا قلنا ايه؟ الكمبيوتر. كمبيوتر ومش شرط اللي انا كاتبه بس، احنا قلنا التكنيكال بيكون مرتبط اكتر بالوظيفه، فلو عندك مهارات اكتر بالوظيفه بتاعتك حطها فين؟ حطها في جزء التكنيكال. طيب انت كمهارات كمبيوتر عندك ايه؟ محدش يقول لي اي سي دي ال، محدش يقول لي اي سي 3، لا. نفترض دلوقتي انا كويس خالص في الاكسل، راح اقول له اكسلنت، افتح قوس اكسل، اقول له مثلا فيري جود، يعني بتقول له التقدير بتاعك فيري جود، مثلا وورد باوربوينت، هتكتب لي مثلا كمهندس ميكانيكا عندك مفروض مثلا اوتوكاد او جود، حد هيقول لي مثلا جود، انا كويس في كذا، كويس في الاوتوكاد، الريفت، سوليد وركس مثلا، الماتلاب، الهاب، الاليت، الدك سايزر، ممكن تقول له انا كويس في كل ده. طيب لو انت كويس مثلا جود ات، كويس في فوتوشوب، اكتب فوتوشوب، اكتب انستريتور، اكتب انديزاين، فهنا بتقول له ايه البرامج اللي بتعرف تشتغلها على الكمبيوتر. ممكن تحط الدرجه بتاعتك او التقدير بتاعك او المستوى بتاعك، ممكن ما تحطهاش، ممكن ما تحطهاش. الكمبيوتر سكيلز المهارات او الحاجات اللي بتعرف تعملها على جهاز الكمبيوتر، البرامج اللي بتعرف تشتغل عليها على الكمبيوتر. طيب اخر جزئيه عندك حاجه اسمها اللانجويج سكيلز، مهارات اللغه. طيب اهم حاجه في مهارات اللغه زي ما قلنا اي لغه في الدنيا ليها اربع مهارات اساسيه: استماع والتحدث والقراءه والكتابه. استماع، تحدث، قراءه، كتابه. اول لغه طبعا اللغه العربيه. اللغه العربيه بالنسبه لينا احنا كعرب هي اللغه الام بالنسبه لنا. يعني اكتب له عربيك، اقول له حاجه اسمها النيتيف، نيتيف لانجويج، محدش يكتب لي مذر. ما شاء الله بنلاحظ حاجات كتيره في السي في، هي اسمها نيتيف اللي هي اللغه الام. طيب بالنسبه للانجليزي،
انجلش. قلنا اي لغه في الدنيا يكون ليها اربع مهارات. طب انا في الانجليزي انا كويس في ايه؟ يعني جود ات، وافتح قوس اكتب المهارات اللي انا كويس فيها. يعني انا في الانجليزي مثلا كويس سبيكينج، في الليسنينج استماع، حد تاني يقول لي انا كويس في القراءه والكتابه اكتبها. فانت اللغه التانيه اللي موجوده عندك، لان في اللغه دي اهي اللي هي بولد، ابتدي نسق وظبط. طيب فاللغه التانيه اللي موجوده عندك تمام الانجليزي، انت كويس في ايه؟ قلنا اي لغه في الدنيا ليها اربع مهارات اساسيه، ليها اربع مهارات اساسيه. فانت كويس في ايه؟ نفترض انا اكسلنت او ممتاز في التحدث، اكتب اكسلنت في التحدث، وهاجي اكتب جنبها مثلا جود في الليسننج. يعني كل مهاره اكتب انت واصل لحد فين في المهاره دي. طيب السكيلز عندك المهارات الشخصيه والفنيه والكمبيوتر واللغه. عندك بعد كده ايه بقى بعد المهارات؟ احنا خلصنا المهارات، عندك حاجه اسمها الفولنتير اكتيفيتيز او الانشطه التطوعيه. في ناس ما اشتغلتش كنشاط تطوعي فمش لازم تكتب، بس دخل في انشطه تطوعيه وبالاخص الانشطه الطلابيه يكتبها. ويكتبها ازاي؟ برضو نفس القصه زي ما بنكتب في الخبرات والكورسات والشهادات، برضو تكتب من الاحدث الى الاقدم. يعني نفترض كمثال اخر حاجه اشتغلت فيها كانت 2021 كمثال، وتقول له برضو ايه في سنه كذا كنت مثلا في ايا كان النشاط اللي انت فيه project، كنت مثلا كمثال ايا كان الوظيفه بتاعتك وارد تكتب الوصف الوظيفي كأنك بتكتب خبرة عندك، المكان ثم الوظيفة بتاعتك ثم بعد كده description. في الخبرات عملنا ايه؟ فين الخبرات؟ اهي المكان ثم الوظيفة ثم description. نفس القصة في الأنشطة التطوعية، المكان بعد كده المكان بعد كده البوزيشن بتاعك او الوظيفه بتاعتك واللي هو الوصف الوظيفي. زي كده اتحاد الطلبه اللي بيكون في الجامعات، اتحاد الطلبه ده يعتبر نشاط طلابي. الانشطه الطلابيه او الانشطه التطوعيه الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان هي تنمي جواك الوعي المجتمعي، تنمي جواك مهارات التواصل، تنمي جواك مهارات إدارة الوقت، تنمي جواك يعني بتدخلك لسوق العمل انت ولسه بتدرس او انت لسه كطالب، بتعلمك مهارات سوق العمل. مش كل الأنشطة بتعمل الكلام ده، مش كل الأنشطة بتعمل الكلام ده. في أنشطة كتير على مستوى الجمهورية أنشطة طلابية تطوعية، زي برضو الجمعيات الخيرية، اغلب الجمعيات الخيريه بتكون تطوع، زي صندوق مكافحه المخدرات، زي المبادرات اللي بتتعمل المبادرات المجانيه، هذه كلها انشطه تطوعيه برضو من الاحدث الى الاقدم. طيب اخر حاجه بنكتبها في السي في حاجه اسمها الريفرنسز، المراجع.
حضرتك لو طالبة بتقدمي عن طريق عادي، بتقدمي على حسب المحافظة اللي انت منها او على حسب الجامعة اللي انت فيها. في بعض الجامعات مثلا، في جامعات بتطلع منها أنشطة تطوعية او أنشطة طلابية معينة. أسوان يعني حضرتك طالبة؟ طيب. أسوان هنا في اكس بروجكت، وفي إناكتس، وفي واي ال واي، وفي مراكز شباب مصر، وفي أشري. دي كلها أنشطة طلابية. الأنشطة دي بيجي لك كل فترة والتانية بنسمع إن في استمارة تقديم لتيم كذا. قدمي في الاستمارات دي، بتعمل لك انترفيو، وبعد الانترفيو بعد كده بتقدمي إذا توفقت في الانترفيو ولا لأ. وغالبا بنسبة كبيرة، بنسبة 90% كل الناس بيتوافق عليها، لأن هدفهم بس إن هم يعلموا الطلبة صح لسوق العمل. هل كل الأنشطة دي اللي أنا ذكرتها هل كلهم هدفهم واضح؟ لا، بس في ناس منهم في أنشطة طلابية معينة بيكون هدفهم واضح. فأنت بتدوري، بتسألي أصحابك، بتشوفي، تستني الفورم لما بينزل فورم التقديم. كل تيم من التيمات دي ليه وقت معين بينزلوا فيه اللي هو فورم تقديم، كأنك بتقدم الوظيفة، بس بدل ما تقدم الوظيفة هتقدم سيدنا محمد للي هو النشاط الطلابي. برضو في أسوان في جمعيات خيرية، يعني ممكن تروحوا الجمعيات الخيرية، ومش في أسوان بس، عموما في مصر كلها أو حتى بره مصر. تقولون أنا عايز أتطوع، صندوق مكافحة المخدرات عندك برضو، ده نشاط تطوعي. فدي كلها حاجات دوروا فيها، اسألوا ودوروا هتوصلوا ليها إن شاء الله. زي ما قلنا مثال عليها زي اتحاد الطلبة بتاع الجامعات، وفي نفس الوقت برضو دلوقتي خلاص فترة امتحانات. فترة امتحانات دي أغلب الأنشطة الطلابية واقفة، ف 90% من الأنشطة الطلابية بتبدأ شغلها من شهر 8 أو 9، بيبتدوا ينزلوا فورم التقديم. فحاول تتابعي مع زمايلك أو تتابعي مع الكلية اللي انت منها، ان اغلب الناس بنلاحظ ان في اعداد كبيره جدا في الانشطه الطلابيه. تمام. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ اخر جزئيه زي ما اتكلمنا فيها اللي هي الريفرنسز او المراجع. ممكن اقول له حاجه واحده بس، ممكن اقول له حاجه واحده بس، ايه هي؟ واسيبها مفتوحه، قول ريفرنس ار افيلابل، كل المراجع متاحة. يعني ايه كل المراجع متاحة؟ يعني ممكن لو طلبت اي مرجع انت عايزه هتلاقيه موجود. هاجي مثلا لو حبيت كمثال اكتب مثلا كمثال هنا المانجر اوف كذا، طيب قلت له مانجر مثلا في بيم اريبيا، واروح احط رابط الصفحه بتاع بيم اريبيا او وسيله التواصل، بس ده بعد ما ارجع له الاول طبعا. تمام. بحيث ان هو المراجع اللي انت هتحطها هنا هيبص عليها كلها، هيبص عليها كلها. يفضل انت تضيفها، مش عايز تضيفها ما تضيفهاش، قول له بس ان كل المراجع متاحة معاك، ان كل المراجع متاحة معاك. ده سي في من صفحتين اهو، وبسيط وسهل، وسي في رسمي. رسمي احنا قلنا الاسم هنا يكون على الاقل ثلاثي او رباعي، يفضل رباعي. لكن لو جيت عملت اطار ليه او غيرت لون الصفحة وهكذا هتلاقي ان السي في ما بيجيش رسمي. طالما فيه الصورة يبقى سي في فورمال، لكن لو في صورة هيبقى سي في ان فورمال. حد حابب يسأل عن أي حاجة في جزئية السي في؟
في حد وقعت منه حاجه في جزئيه السي في؟ حد يقول لي انا مش عاجبني شكل السي في؟ لا، اولا السي في يفضل ما يكونش اللي هو الواو اللي انا عايز شكل عظيم يبهر كل الناس بيه، لا مفيش افضل من السي في البسيط. طيب في حد يقول لي انا عايز هنا في الفون احط رمز التليفون. انت لو عندك اوفيس 2016 او اوفيس 19 او 365 هتروح على قائمة اسمها انسرت او ادراج، ولازم تكون متصل بالانترنت وتقول له من جروب اسمه الاستريشن، هتقول له حاجة اسمها الايكونز، الايكونز او الايقونات. استنى يحمل الاول وراح اكتب له مثلا كمثال هنا، هكتب فون اهي، ادوس عليها اعلم عليها واقول له ايه انسرت، بس حطها لك كصوره. قلنا عشان احركها لازم اغير البوزيشن بتاعها، خدها وحطها في اي مكان انت عايزه. يعني انا هشيل مثلا العلامه دي واحط مكانها رمز التليفون. وبرضه الحرية الأولى والأخيرة ليك أنت، نفس القصة لو عايز تعمل في الباقي. بروح على انسيرت أو إدراج، وبعد كده بروح على حاجة اسمها أيكونز، هتلاقيها في 16 بس، أو احتمال كمان النسخ 2016 ما تكونش موجودة فيها، نسبة كبيرة مش هيكون في 2016. نزل 2019 او نزل 365، هتلاقي في حاجه اسمها الايكونز، واكتب اللي انت عايزه. نفترض مثلا لوكيشن، اهي ادور على الموقع اهي واقول له انسرت، وبرده احركها من البوزيشن، اختار اي مكان وظبطها، وانزل حطها فين في الادرس. برضو انت ليك مطلق الحرية، عايز تحط صور حط، مش عايز خلاص. طب حد يقول لي انا الايقونة دي مش موجودة عندي في الاوفيس بتاعي، ساعتها هتنزلها كصورة من الانترنت وتحطها في السي في. ايوه هندسه طبعا اكيد لازم سبيلنج اند جرامر، التصحيح الاملائي لازم يبقى عندك تصحيح املائي. يعني انت بتكتب السي في لازم عندك التصحيح اللغوي الاملائي لازم يبقى صح. يعني في الريفيو عندك حاجه اسمها سبيلنج اند جرامر، في الجرامر هو انت عندك خطأين في الجرامر، اول ما تدوس عليها هو التكنيكال اهو، بس كده عمل تصحيح. فلازم تخلي بالك برده من الجرامر، من الفيو، واختار حاجه اسمها سبيلنج اند جرامر. طيب ده بالنسبه للايقونات. طيب نفترض ان عايز اجيبها من الانترنت، اكتب مثلا هنا فون ايكون، فون ايكون، فون ايكون، اكتب الحاجه اللي انا عايزها وجنبها كلمه ايكون، واروح على الايمج او الصور، اختار الصوره اللي انت عايزها تمام بالشكل ده، وكليك يمين على الصوره وقول له ايه سيف ايمج از، يعني حفظ الصوره كايه، وروح حدد مكان الحفظ واعمل له سيف. ده لو ما عنديش اوفيس 16 اقدر من خلاله انزل الايقونات دي، حطها كصوره، حطها كصوره اهو، انسرت ايكونز مثلا، هقول ايميل، ادي ظهر شكل الايميل، انزل برضو ضيفها من البوزيشن، حدد مكان معين اهو،
اطلع برضو فوق هذا الايميل بتاعك وضيفه وهكذا في الباقي. كنترول زد يا اما تخليها كلها ايقونات يا اما تخليها كلها ايقونات يا اما كلها نقاط زي كده. بص يا هندسة، حتة ان انا مثلا اشتغلت في كذا وظيفة في اكتر او في فترة زمنية قصيرة، لو في نفس الوظيفة، بمعنى انا اشتغلت في مكان معين كتسويق، في مكان تاني كخدمة عملاء، في مكان تاني كعلاقات عامة، فاختلاف الوظائف مش هيعمل مشكلة. لكن لو في نفس الوظيفة هي يعني اشتغلت كمهندس ميكانيكا وفي اول سنة اشتغلت في 4 أو 5 أماكن، ممكن تكون فيها مشكلة، ممكن تكون فيها مشكلة، بس مش جايز او مش دايما بيكون صح. انا في سنة مثلا جيت اشتغلت في 5 أو 6 أماكن، فهو ك HR هو ذات نفسه بيبقى مش فاهم السبب، او معنى اصح ان هو انت ايه اللي خلاك تسيب 4 شغلانات في سنة واحدة او 5 أو 6 في سنة واحدة؟ اكيد في حاجة غلط. ويفضل تكتب كل حاجة حتى لو قصيرة، يفضل انك تكون صريح. بس فعلا كثرة الانتقالات في فترة زمنية قصيرة بتعمل لك مشكلة، ده لو كان في نفس الوظيفة، لكن في وظائف مختلفة ما بتعملش مشاكل. بس في بعض الناس برضو بتركز فيها، فعدم الثبات او الاستقرار يا اما مشكلة بتكون منك يا اما من الشركة، واستحالة الـ5 أو الـ6 شركات يبقوا هم الغلط وانت اللي صح، هم هيدوروها كده حتى لو كنت انت الصح. كـ HR هو هيبص لكده، فتحاول على قد ما تقدر تثبت في المكان اللي انت فيه على الاقل اكتر من سنة، سنة، سنة ونص، سنتين. الناس دلوقتي عايزة ايه؟ الناس عايزة تمسك منصب في وقت قصير جدا، مفيش حاجة تمسكها في وقت قصير. الناس دلوقتي عايزة تقعد على مكتب ومش عارف ايه واعمل ايه واسوي ايه، بس كل المكتب وتكييف والكلام ده، لكن مش عايز اعمل مجهود. مفيش بوزيشن بيجي بسرعة، فالناس بسبب ان هي بتمشي من كذا شركة، اصل البوزيشن اصل كذا، اللي يقول لك البوزيشن او الكلام ده لا. الحاجات دي محتاجة صبر، الحاجات دي محتاجة طولة بال. يا اخي انت ممكن تقعد 4 5 سنين ما تمسكش بوزيشن معين، تيجي بعد كده ربنا يكرمك. ان الله مع الصابرين اذا صبروا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ربنا مش بيديك حاجة انت مش قدها، الصبر، والله الصبر مفتاح الفرج. اصبر اصبر اصبر، عايز تنجح ازاي وعايز توصل لحلمك ازاي وانت مش صابر اصلا؟ مفيش حاجة بتيجي في يوم وليلة، لازم تتفرم في سوق العمل عشان توصل اللي انت عايزه. اكيد طبعا يا هندسة اكيد. يعني نفترض يعني ان هو كان المشكلة من الشركات، لازم انت ورايح برضو تعمل انترفيو لازم تكون عارف او جاهز لاي ردة فعل من الاتش ار اللي هيعملها لك. يعني هيسألك ليه سبت الوظيفة الاولانية، لازم تقول له السبب مقنع. ليه سبت الوظيفة التانية، ليه سبت الوظيفة التالتة، ليه سبت الوظيفة الرابعة؟ فلازم يبقى عندك اسباب لكل حاجة، ولازم تكون اسباب منطقية، اسباب منطقية، وليس زي ما بقول اسباب خرافيه او اسباب كده ايه ملهاش لازمه. لا، لازم يبقى عندك سبب يعني مقنع لي انا ك HR. فالحاجات دي كلها بنركز فيها احنا وبنعمل الانترفيو. بس مش عايز ده،
لحد دلوقتي حد عنده مشكلة في كل كلمة احنا قلناها؟ في أي حاجة مش واضحة بالنسبة للناس؟ في أي حاجة مش واضحة بالنسبة ليكم في جزئية الانترفيو؟ وفي بعض النقاط المهمين، أنا لما أجي أعمل انترفيو، لما أجي أعمل انترفيو والـ HR حاطط قدامي كرسيين، كرسي على يمينه وكرسي على يساره، انت هتقعد على اي جانب فيهم؟ وهقول لك ليه هتقعد على اي جانب فيهم. وحطت واحد على يمينه وواحد على شماله. اليمين ده الناس، اليمين دايما الجانب الأيمن، الجانب الأيمن هو الجانب المسؤول عن العاطفة، يعني أي قرار فيه عاطفة بتاخده بالجانب الأيمن، وأي قرار فيه تفكير مسؤول عن العقل الجانب الايسر. فانا ك اتش ار لو عايز في الانترفيو اطحنك اسئله احطك على الجانب الايسر، لكن لو انت تلقائي لوحدك قعدت على يمين الاتش ار هتلاحظ ان الانترفيو سهل وبسيط وممتع بالنسبه لك، لان ده بيبقى فيه عمليه تواصل ما بين الاثنين، تواصل روحاني. هو بيتواصل معك، هو بيلعب على لغة الجسد، هو بيلعب على اللي هو علم النفس. فالجانب الأيمن تلقى الإشارات اللي بتطلع من مخه بتبقى أسئلة بسيطة وسهلة عليك، أما الجانب الأيسر يا ويلك من الجانب الأيسر، بتكره حد اقعد على الجانب الأيسر، شو هيعمل فيك ايه؟ بس فدايما خليك على الجانب الايمن، لان الجانب الايمن هو المسؤول عن العاطفه، هو المسؤول عن الحياه اللي هي الالوان عموما، اما المسؤول عن الابداع والحسابات هو الجانب الايسر. حاول على قد ما تقدر انت في الانترفيو ما تلعبش في صوابعك، ان ده برضو توتر. ان شاء الله يعني كرسيين مرة واحدة. طب لو حط لك كرسي واحد يا هندسة على ناحية اليسار هتعمل ايه؟ هتقعد عليه؟ وأمر لله، واللي يحصل يحصل. لو عايز تقعد عليه كده اقعد عليه، أما لو عايز تبعد عن جزء العقل اللي هو الجانب الأيسر جيب الكرسي حطه لأقرب نقطة ناحية المنتصف، حرك الكرسي لأقرب نقطة ناحية المنتصف. حاجة تانية، انت وداخل تعمل انترفيو ما ينفعش تدي ظهرك للإتش آر، ما تديش ظهرك للإتش آر. اقول له باشمهندس محمد قال لي كرسيين حلو عشان اتجاب انا معاكم برضو. انا وبعمل الانترفيو ما ينفعش انا وداخل من الباب، انا وبقفل الباب ما ينفعش ادي ظهري للاتش ار، لازم اقفل الباب ظهري كل الباب ووشي يكون للاتش ار، يعني ما اديش ظهري ليه، ما اديش ظهري للاتش ار، وانا وداخل ارمي نظره شامله على ايه، على الأوضة اللي أقعد فيها. في ألوان بتكون مريحة للعين وفي ألوان بتكون متعبة. الألوان السادة بتكون مريحة، اللون الأبيض، اللون الأزرق، اللون اللبني، اللون الكاكاوي، اللون اللي هو شاي بلبن. لكن لو عايز تعصب حد، أنا بديكم حاجات يعني ربنا سامحني،
حطه في حاجة أو حطه في أوضة يعني متلونة ألوان أو متلونة لون أحمر أو أصفر، أو اديله حاجة اللون الأحمر أو الأصفر، اللون الأحمر أو الأصفر ألوان مستفزة بتسير العين، بتخلي الشخص اللي قدامك عصبي، ده اللون الأحمر بالأخص. فاللون الأحمر مستفز جدا للعين، فأنا لو عايز أعصبك في الانترفيو أحطك في أوضة باللون الأحمر، مليانة لون أحمر، وريني إزاي هتقدر تكمل الانترفيو. فهو كده بيلعب على الضغط النفسي. قلنا زي موضوع اللي هو أنت شايف نفسك فين بعد 5 سنين، لازم لابد إن أنت تقول يعني أنا بخطط كذا، لازم تبين إن أنت عندك تخطيط، أنا بخطط كذا، أنا بخطط أكون كذا. طب لما يسألك عرف نفسك، هتقول اسمك، هتقول الكلية بتاعتك إذا كنت طالب أو خريج، هتقول الدرجة الوظيفية الأخيرة اللي أنت قبل ما تيجي تقدم على الوظيفة دي كنت شغال فين، وتتكلم على الاكسبيرينس أو الخبرات اللي عندك والمهارات اللي عندك. كل ده فعرف نفسك. إن أنا بلاحظ إن أغلب الناس لما يجي يعرفوا نفسهم اسمهم الكلية بس بيسكتوا. لا، اسمك والكلية، عايز تضيف عمرك ضيفه، الاكسبيرينس اللي عندك، الخبرات اللي عندك، التدريبات اللي نزلتها، المهارات اللي عندك، كل ده ما يعديش ال30 ثانية. لو زودت خالص ما يعديش معاك الدقيقة، من 30 ثانية ل60 ثانية، عشان هو ما يملش منيك. طيب نقاط الضعف ونقاط القوة، اتكلم على نقاط القوة. نقاط الضعف بقى هتقول له نقطة ضعف كانت فيك وحولتها إلى نقطة قوة، يعني حاجة سلبية حولتها إلى حالة إيجابية. أنا كنت الأول إنسان انطوائي، دلوقتي بقيت إنسان اجتماعي. أنا عندي مشكلة إن أنا لما أكون مضغوط في الشغل، تمام، أو إن أنا مثلا لما سيدنا محمد لما أكون موجود في الشغل بنسى نفسي، بنسى بيتي، بنسى، ورغم إن الكلام ده غلط، ما تحسسهوش إن أنت بتطبل ليه، بس دايما حاول تتكلم عليه ان نقاط الضعف اللي عندك، جيب نقطة سلبية كانت موجودة عندك وانت حولت النقطة السلبية دي الى نقطة ايجابية. ودايما ودايما دايما تاني اتكلم بكل ثقة، اتكلم بكل ثقة، مش اول ولا اخر شركة هتروحها. ناس كثيرة بتقدم على وظائف وتترفض، انا طالع عيني بجد على وظيفه بترفض، مش مشكله، حاول تاني، حاول تالت، طالما فيك الروح حاول. في ناس بتمل، لا يا حبيبي حاول، مفيش حاجه تجي بالسهل، مفيش حاجه تجي لك لحد عندك، دور عشان توصل اللي انت عايزه. الحاجه اللي بتوصل لها بعد تعب، حرفيا الحاجه اللي بتوصل لها بعد تعب بتحس بقيمتها، بتخاف ان انت تفقد الحاجه دي. الناس اللي بتشتغل وبيطلع عينها لما يجي ياخدوا مرتب اخر الشهر، ده حقهم، حقهم. الفلوس مهمه، مهمه، مهمه الفلوس. الفلوس دي وسيله ولا غايه؟ الفلوس دي وسيله، وسيله هتساعدني ان انا اكمل حياتي، وسيله هتساعدني ان انا اكمل تعليمي، وسيله هتساعدني ان انا اجيب بيت، وسيلة هتساعدني مثلا لو نفسي في عربية، وسيلة هتساعدني لو هودي عيالي المدارس، وسيلة هتساعدني لو عايز اخد كورسات. فالفلوس دي وسيلة وليس غاية، غايتك مش الفلوس، لكن الفلوس دي وسيلة ليك. الغاية ان انت تطور من نفسك، امبيشن او الطموح اللي عندك. فالفلوس وسيلة وليس غاية. اتعب، اتعب دلوقتي يا حبيبي، اتعب، اتعب لحد ما يطلع عينك، لحد ما تتفرم في سوق العمل، ما تتعبش. هنتعب كلنا، بيجي علينا لحظة مش قادرين نكمل حرفيا، بس انت بتكمل ليه؟ عشان خاطر حلمك. عشان كده لازم نكمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني كل تعب انت بتعمله ربنا بيجزيك عليه خير. الصبر يا جماعة، الصبر، 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 لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لازم يبقى عندنا حسن ظن بالله،
سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت صبر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فربنا أخرجه من الظلمات إلى النور. صبر 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 يفتح لنا أبواب كتيرة. اتعب، مفيش حاجة تجيلك على الجاهز. فدي نصيحة من أخ لخط. في الانترفيو لازم برضو تركز في الحاجات دي كلها. لازم تركز على نظافتك الشخصية بالنسبة للشباب، تسريحة الشعر. بالنسبة للبنات يعني أنا بعتذر لو هتكلم في نقطة زي دي، لو هتحط مثلا ميك اب يبقى خفيف، لأن بنلاحظ يعني لو مؤاخذة يعني في الكلمة اللي أقولها بنلاحظ بلاوي كتيرة قدامنا. ما ينفعش، في حاجات معينة، في أصول معينة لازم أروح بيها أنا ورايح الانترفيو. في فرق لما أكون مثلا لسه متدرب أو حديث تخرج، وإن أنا أكون سينيور وإن أنا أكون جونيور. يعني التريني اللي هو حديث تخرج، يعني انا ما عنديش خبرة، انا لسه طالع لسوق العمل. بيجي بعد التريني حاجة اسمها ايه؟ الجونيور. الجونيور هو عنده خبرة بس اقل من سنة. الجونيور هو عنده خبرة بس اقل من سنة. طيب الميدل، خبرته من سنة لثلاث سنين. خبرته من سنة لثلاث سنين. طب السينيور، خبرته من 3 سنين لخمس سنين. السينيور من 3 سنين لخمس سنين. بيجي بعد كده من 5 سنين ل7 سنين حاجة اسمها التيم ليدر. التيم ليدر، قائد فريق، ليدر، مدير. أنا لما أجي أعمل انترفيو لو كنت حديث تخرج أو لسه جونيور بروح بالزي الرسمي بتاعي اللي هو بالنسبة للشباب وعموما برضو البنات، اللي هو الأبيض والأسود. أما لو كنت ميدل أو كنت سينيور ممكن عادي على فكرة أروح باللبس كاجوال عادي. بس زي ما قلنا التريني بيكون حديث تخرج ما عندوش خبرة أصلا. الجونيور خبرته هو عنده خبرة بس أقل من سنة. الميدل من سنة لثلاثة. السينيور من أنا آسف ال اه السينيور من 3 ل 5، والتيم ليدر من 5 ل 7. انا ممكن عن طريق اكسبيرينس اعرف اذا كنت انت سينيور ولا جونيور ولا ميدل ولا تيم ليدر ولا تريني. فحديث التخرج اسمه تريني. كتير بنسمع انا خريج فسمى نفسه سينيور. هو اتكلم او حط لنفسه لقب سينيور على اساس ايه؟ على اساس سنوات الدراسة. حد يقول لي هي الخبرة بتتحسب ازاي؟ بتتحسب من اول يوم نزلت فيه شغل. يعني هل مرتبطة بالدراسة؟ لا، مش مرتبطة بالدراسة. حد يقول لي هي الخبرة بتتحسب من ساعة ما تخرج؟ لا، انت لو انت وبتدرس، لو انت وبتدرس شغال من اول يوم نزلت فيه سوق العمل بتتحسب الخبرة بتاعتك. يبقى الخبرة بتاعتك بنحسبها من اول يوم بتشتغل فيه، مش من أول يوم اتخرجت فيه. طيب عشان ما اطولش على الناس، أنا حابب الناس تجرب سي في تعمله مع نفسها كده في البيت، تمام، وتشوف نفسها. يعني أنت هنا في المعلومات الشخصية ممكن تزود أو ممكن تزود، وزي ما شرحنا إيه مكونات السي في، دي المكونات الأساسية المفروض تكون عارفها في إعداد السيرة الذاتية، وزي ما عرفنا الفرق ما بين السي في والريزيوم. عشان طولنا النهارده هنخلي محاضرة تاني كده إن شاء الله هنشرح فيها نظام التقييمات. لو عايز أقيم موظفين عندي في نظام اسمه الكي بي أي إس، وهنتكلم شوية على جزئية لو عندي درايف أو قطاع بالشكل ده، والقطاع ده عملت له كلمة مرور وقفلته ومش عارف أفتحه أو نسيت كلمة المرور أفتحه إزاي، برضه هنتكلم فيها إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية بإذن الله. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ السي في بكل بساطة عرفنا إزاي نعمله. العلم فيه معلومة صغيرة حابب أوصلها للناس، ممكن من فايل بعد كده نيو أو جديد
بتظهر معاك تمبلت كتيرة جاهزة اهو، في تمبلت جاهزة ظهرت معاك. لو انا متصل بالانترنت لازم اكون متصل بالانترنت، في حاجة اسمها ايه؟ ريزيوم اند كفر ليتر. اول ما تدوس عليها فتح معاك كل النماذج الخاصة بايه؟ السيرة الذاتية اهي، دي كلها تمبلت جاهزة، اختار منها اللي انت عايزه مثلا حاجة زي كده، اضغط عليها واقول له كرييت، فظهر بالشكل ده. دي حاجة بسيطة، دي حاجة فورمال، كل ما عليك امسح اللي مكتوب واكتب اللي انت عايزه بس. كل ما عليك امسح اللي مكتوب واكتب اللي انت عايزه. في ميزة حلوة هتلاقيها في قائمة هتلاقيها في ريفيو تقريبا، ريفيو، في حاجة اسمها السي في اسيستنت. يبقى تاني عشان الناس ما تنساش، من فايل بعد كده نيو، واروح اكتب هنا في مربع البحث الريزيوم مثلا، فظهر معاك نماذج كتيرة جاهزة، اختار اللي انت عايزه وعدل فيه. يا اما هتلاقيها من تحت اهي، ريزيوم اند كفر بيج. طيب عندك هنا في قائمة ريفيو عندك في حاجة اسمها السي في اسيستنت، ده بيعمل لك زي تقييم للسي في بتاعك، بس لازم اكون متصل بالانترنت. هياخد وقت عشان يعمل معايا. فبيساعدك في كتابة السيرة الذاتية لو في غلطات عندك وهكذا، هتلاقيها في اوفيس 2019 او هتلاقيها في 365. الرمز ده اللي انتوا شايفينه هو رمز اللينكدين. فان شاء الله باذن الله المحاضرة اللي جاية هناخد فيها نظام الكي بي اي، نظام التقييمات، وهنشرح ازاي نعمل ايميل على اللينكدين، ازاي نعمل ايميل على اللينكدين، والحاجة الثالثة اللي هنشرحها اللي هو فتح الدرايف المقفول. لو انا عندي قطاع وقفلته وعايز افتحه، افتحه ازاي؟ دول التلات حاجات اللي هناخدهم المحاضرة اللي جاية. تمام. طيب أستاذ عبير أنا معلش أنا هبعت لك رقم تليفوني، تواصلي معايا وهبعت لك أنا الأنشطة التطوعية اللي ممكن تقدمي فيها. تمام، هبعت لك كل الحاجات اللي انت ممكن تقدمي فيها، الحاجات المضمونه ممكن تقدمي فيها. هو اكيد طبعا في حاجات مضمونه وفي حاجات لا، فانا ما بذلش مجهود في حاجه مفيش عائد منها. حاضر. التلات حاجات اللي احنا هناخدهم نظام التقييمات اللي هو الكي بي اي، ازاي اقيم موظف عندي، والحاجه التانيه ازاي نعمل ايميل على اللينكد ان، ازاي نعمل ايميل على اللينكد ان، والحاجة الثالثة اللي هناخدها لو عندي مثلا قطاع زي ده مقفول ونسيت كلمة السر بتاعته وعايز افتحه، افتحه ازاي؟ دول التلات حاجات اللي هناخدهم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ طيب اتمنى ان محاضره النهارده الناس تكون استفادت منها، ما كانش محاضره تقيله على الناس. زي ما قلنا المحاضره اللي جايه ان شاء الله هنحدد ميعاد تاني، الميعاد التاني ده باذن الله هناخد فيه نظام التقييمات، ازاي اقيم موظف، وازاي اعمل ايميل على لينكد ان، وازاي افتح القطاعات المقفوله. فدول الثلاث حاجات هنشرحهم ان شاء الله المحاضره اللي جايه. تمام، فاحنا هنكتفي بكده النهارده ان شاء الله باذن الله. وزي ما تعودنا ان باشمهندس احمد ينزل لكم الميعاد، فانا هبلغه بالميعاد وهنزله لكم على الجروب باذن الله. ممكن حضرتك يا هندسه نزل رابط الحضور للناس عشان اللي حابب يستاذن يعني. بالتوفيق ليكم، ونلتقي ان شاء الله في محاضره تاني نشرح فيها الجزء اللي فاضل لنا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.